بسم الله الرحمن الرحيم. طيب النهارده ان شاء الله اول محاضره بقى عندنا هنتكلم فيها على انتروداكشن تو نتوركينج. نفهم يعني ايه شبكه بقى من الاول، الناس الجديده او الناس اللي فاهمه الاول بقى خالص. تمام، ده الحاجات اللي هنتكلم فيها النهارده. هنتكلم عن ايه نتورك الاول، وبعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها نتورك ميديا، يعني ازاي جهاز بيكلم جهاز، ايه الميديا اللي ما بينه وما بينه، زي اللي احنا بنقول مثلا الكابل او الوايرلس، الحاجات دي اسمها ميديا. نتكلم عليها شويه، هنتكلم على النتورك الفويسز ايه هو الموضوع السويتشن هوب والحاجات دي كلها. خلاص، طبعا كل حاجه بنجيب عليها تفاصيل، يعني في حاجات كتير هنتكلم فيها. هنتكلم عن حاجه اسمها نتورك توبولوجي، موضوع كده قديم ولا حد بيتكلم فيه، بس هنذكره عشان ممكن تشوفه يعني في الكتاب، تشوف حاجه كده. هنتكلم على او اس ار اللي هو ده موضوع مهم جدا هتشوفه على طول يعني. في الاخر هنتكلم ايه الفرق بين السيرفر وما بين الايه؟ الورك ستيشن اللي هو الجهاز العادي، عشان بعد كده شغلنا كله هيبقى سيرفرات. تمام؟ طيب المقدمه اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي دي، انت عندك قلت لكم قبل كده ان المفروض عشان تبدا ام سي اس اي او سي سي ان اي لازم يكون معاك ايه؟ شهاده اسمها نتورك بلس او ان بلس. خلاص، ده ان بلس انا بقول ما تضيعش وقتك وتاخدها في 3 4 شهور، ملهاش لازمه. بينما انت كل اللي انت محتاجه عشان تبدا الكورس شويه، لما احنا ممكن نقول في المحاضره والناس تذاكرهم شويه، خلاص الدنيا واضحه، ممكن تسمعهم في فيديو عشان تيجي تقف قدامي يعني. فاهمني؟ خلاص انت فهمت شويه الحاجات دي للنتوركينج عشان تبقى فاهمني بعد كده. وده تبقى واضحه معاك شويه. ده بالنسبه للقديم او ايه؟ الناس الجديد. خلاص كده؟ متفقين؟ هو ال ان بلس محتواها ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ ال ان بلس حوالي تلتها بتتكلم في الحاجات دي. والتلتين التانيين بيتكلموا في الحاجات اللي احنا كده كده هناخدها في الكورس، بس بيتكلموا فيها نظري. اغلبها نظري عشان بس ابقى واضح. خلاص؟ انما احنا الحاجات اللي هناخدها دي بعد كده هتبقى كلها عمل. هتشرح لك النظري بتاعها احسن من هتشرح لك في الان بلس زائد العمل. فانه الان بلس كان فيه فيرجن قديم وفيرجن جديد. المهم الخلاصه انت عايز تفهم شبكات يعني ايه؟ شويه الحاجات دي. لما تيجي اي حد في سنتر يقول لك انا هعمل لك نتورك دبلومه، يقعد يالف كده من دماغه ماده علميه ويقول لك انا هديها ويقلل عنها والناس تيجي تحضرها، يحط لك اساسي فيها الحاجات دي. فهمت الحاجات دي يعني زائد شويه حاجات كمان هتاخدها داخل الكورس، اللي هو الاي بي ادرسنج، حاجه اسمها سبميتنج كمان. يضيف لك التوبك دي كمان كامله كده، خلاص؟ وزائد بقى يديك حتى ويندوز سيرفر، يديك حتى مش عارف دي اتش سي بي، حتى دي ناس كده، فدي اسمها نتورك دبلومه. انما اصلا تلات ارباعها مش شرط الحاجات دي. فانت فاهم الحاجات دي، انت طبعا كده فاهم نتورك بلس. الباقي في نتورك بلس لما تخلص الكورس ده هتلاقي انت نفسك ممكن تروح تشرح نتورك بلس. فاهمني؟ فانت عشان كده بقول لك ايه، ما تضيعش وقتك عشان مش شرط الحاجات دي. خلاص، انت لازم اكس فيهم وفهمهم وخلاص. تمام؟ بسم الله، عايزين نفهم يعني ايه شبكه وليه عملوا شبكه. انا هديك مثال. نفترض ان احنا عندنا شركه كده، خلاص، مكونه مثلا من ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربع طوابق. تمام، في موظف قاعد تحت هنا وفي بنطه جنبيه، عظيم، وفي موظف قاعد فوق خالص. لما الموظف اللي فوق دوت يحب يطبع ملف اكسل او ملف وورد معاه يعمل ايه؟ زمان بقى ما كانش فيه شبكات ولا كان فيها حاجه خالص، فبنتكلم بشكل بيئي. فكان بيعمل ايه؟ يجيب حاجه تبقى ايه، ما بقول حاجه ينقلها فلوشر، يجيب فلوب. زمان كان في فلوب صح؟ طب الفلوب دي كانت حجمه صغير جدا، وكان يا دوب بتنقل عليه وبيبوظ يعني، ما كانش بيكلف اصلا. طب قلنا خلاص، طب حجم الفايل بتاعنا كبير فمش مش هيستحمل فلوس. خلاص احنا هنجيب سي دي مكلفه جدا بتحققها وبعد كده ايه؟ خلاص مع السلامه. صح؟ ويا سلام بقى لو انت نزلت وياه ونسيت حاجه وحابب تعدل مثلا في حاجه وهتجيبها تاني. السي دي خلاص مفيش. فكانت مكلفه عشان تطبع حاجه. فكنت الحل الارخص كان ايه هو؟ هو مش ارخص، هو كان مكلف. انت تفك الهارد ديسك بتاع الجهاز وتنزل، يعني انت تعطل جهازك الاول. تقعد مثلا دقيقتين ثلاثة بفك الهارد ديسك، خلاص؟ وتنزل تفصل الهارد اللي تحت وتعطله عن شغله مثلا ربع ساعة عشان تركب ده جنب ده، وممكن يشتغل ممكن ما يشتغلش، تعمل ريستارت وتقوم تاني، وفي الآخر تقوم الجهاز، وبعد كده إيه؟ تعمل برنت وتشغل وتطلع فوق. موضوع كبير. صح؟
ده كان زمان كانت الدنيا بتمشي كده واضحه. فكانت الدنيا ايه كان فيها عطله. وزي بقى انت ممكن عندك ناس كتير زي ايه الهضو يعمله ما عرفش يركبه اتحرق الهضو اديتها واحد مشاكل ايه. فقال لك احنا هنعمل ايه؟ هنختار حاجه اسمها شبكات نتورك. حاجه اسمها ايه؟ نتورك. طب بتشتغل ازاي النتورك دي؟ بتشتغل ازاي؟ قال لك والله لازم مش الراجل دوت ممكن يبعت حاجه لده وده ممكن يبعت حاجه لده، يبقى لازم يكون في كارت شبكه، لازم يكون في يحط له حاجه اسمها كارت شبكه. الكارت الشبكه ده بيعمل حاجه اسمها سند وايه؟ ويسيف. انا هبعت وهستقبل خلاص. يبقى الكارت الشبكه ده ايه؟ فاكرين انتوا في اي اس ال يقول لك الايه؟ الانبوت ديفايس والاوتبوت ديفايس، في حاجات مشتركه. يعتبر كارت الشبكه ده من الحاجات الايه؟ المشتركه اللي هو بيسند وايه؟ بيسيف بي ان وايه وبي اوت. تمام كده؟ فقال لك خلاص انا هركب هنا ايه؟ ها كارت شبكه وهنا ايه؟ كارت شبكه. هنتكلم بقى في الحاجات دي كمان شويه. وهنمد ما بينهم ايه؟ كيبل كابل ميديا وصلت ايه النقل ما بين الاثنين. وده ممكن يعمل له شيرنج على الايه؟ ها على البرنتر دي عشان ممكن يعمل برنت. او ها احط له مثلا شويه فولدر يخش ياكسس عليه، او داتا معينه ياخدها، او داتا يخش يعدل فيها عندي على حسب الصلاحيه اللي انا ايه؟ هديها له. تمام كده؟ تمام. يبقى مصطلح النتورك كده بيقول لك ايه؟ شويه جهازين او اكتر خلاص؟ عاملين كونكتنج مع بعض عشان يعملوا حاجه اسمها ايه؟ شيرنج ريسورسز. طب ايه بقى ايه كلمه الريسورس دي؟ ريسورس يعني برنتر، يعني فايل شير عندك، يعني ممكن فيسبوك مش انت تقعد في بيتك وانا بقعد في بيتي وبنخش مع بعض على الفيسبوك وبنتكلم ويب سايت. صح؟ فكل الحاجات دي اسمها ايه؟ ريسورس. اي حاجه بخش عليها انا وانت وبنتكلم عليها وبنتعامل عليها دي اسمها ايه؟ ريسورس. واضحه كده يعني ايه شبكه؟ فيها مشاكل؟ ممكن برضه البروسيسور بتاع الجهاز. لا دي مش ريسورس. هو انا ينفع اديك صلاحيه تخش من جهازك تلعب حاجه في البروسيسور عندي؟ لا لا استفيد بيه يعني فكره تعمل الكلاسترز، الكلاسترز من الموضوع. لو يكون عندي اكتر من جهاز لا ده كلام تاني، ده اخر الكورس لسه شويه. تمام؟ واضح كده؟ فيها مشاكل؟ هنتكلم بقى عن حاجة اسمها النتورك ميديا. الايه؟ نتورك ميديا. الميديا قلنا زي ايه؟ اللي هي الحاجة اللي بتنقل ما بيني وما بينك. يعني انا ايه الميديا اللي ما بيني وما بينك مثلا؟ الصوت. الهواء. الهواء هو اللي بيني وما انت في الفضاء واتكلمت ما كنتش معاك. مفيش ميديا تنقل. واضح؟ انت دلوقتي على جهازك وانا على جهازك، ايه الميديا اللي تنقل ما بيني وما بينك؟ فانت بتقعد تفكر، والله عندك انواع استغل فيها اللي انت عاوزه. في مثلا عندك يقول لك حاجه اسمها ايه؟ الوايرد. خلاص وعندك الايه؟ الوايرلس. في نوعين. وايرلس يعني حاجه هوائيه، والوايرد اللي هو الايه؟ كابل يعني. كيبل. فقال لك طيب الوايرد اللي عندي دوت اللي هي الحاجه الفيزيكال دي زي ايه يعني؟ قال لك والله في انواع كابلات، كان في زمان كابل اسمه اكسيال. الكو اكسيال دوت عارفين كابل الدش؟ كابل التلفزيون هو ده اسمه الكو اكسيال. كان زمان بيشتغلوا بيه، لو القطم خلاص. لو القطم ايه؟ خلاص يعني كان سيء جدا وكان حتى في الكوميونيكيشن بطيء جدا. خلاص؟ جه بعد كده عمل حاجه اسمها اليو تي بي. عمل حاجه اسمها الايه؟ الاس تي بي. ده نوعين. ايه اه كيف اللي هو كيف ده الكابل بتاع الشبكه الحالي اللي انتوا بتشوفوه ده اللي هو فيه 8 ايه؟ اطراف ده. خلاص؟ يو تي بي او ايه؟ ها اس تي بي. خلاص؟ طب باختصار ايه الاثنين؟ فعلا عندك حاجه اسمها شيلد. شيلد يعني ايه؟ محمي. عارف انت كابل الدش مش بيبقى عليه كده حته زي السلوفان كده صح؟ او حته البلاستيك اللي على النحاس اللي جوه ده، ده اسمه ايه؟ شيلد. يعني حاجه بتحميه. شيلد تويستد بير او ان شيلد تويستد ايه بير. شيلد تويستد بير يعني الكابل المجدول مش هو اللي لف على بعضه كده، شفتوه في كابل الشبكه قبل كده؟ تمام. كابل الشبكه اه كابل النتورك بتاعنا خلاص ممكن نجيب واحد دلوقتي ماشي ماشي. كابل النتورك ده العادي خلاص مجدول على بعضه مرفوع على بعضه بس اسمه ايه؟ تويستد. خلاص ففي واحد محمي والتاني ايه؟
جه بعدها محمد بيه افضل شويه اللي هو الاس تي بي بس غالي ومكلف وهو في الكوميونيكيشن شويه تشويه شاسع ما بينهم فبالتالي بايه؟ بنستخدم احنا اليو تي بي خلاص بيبقى عندك حاجه اسمها كات 5 كات 6 كات 7 في انواع الكابلات طب ايه دي عشان بس للعلم يعني لما يجي يقول لك كات 5 كات 6 كات 7 ده هو كلهم زي بعض كل كابل ثمان اطراف هو بالظبط بس الفرق في ايه بقى؟ هتلاقي ان الكابل مثلا الكات 6 احسن من كات 5 في حاجه في الكوميونيكيشن ازاي يعني؟ قال لك نسبه النحاس اللي جوه الكابل اعلى شويه النحاس في الكابل ايه؟ اكتر فالكابل يبقى احسن فالكابل ايه؟ استحمل اكتر فبيقول لك مثلا سرعه الشبكه باي ديفولت كده 100 ميجا بت ايه؟ بير سكند قال لك لا لو انت مشغل لي مثلا جهازين كل جهاز منهم كات الشبكه بتاعه بيسند وبيريسيف ب 100 ميجا او ب 1000 ميجا وفي النص حاطط لي كابل اخر خالص 100 ميجا في الحاله دي الجهازين هيتكلموا مع بعض بسرعه ايه؟ 100 ميجا 100 ليه؟ لان ال 100 هي اللي بتحكم لما تجيب خطوط ميه واسعه وخطوط ميه صغيره وخطوط الميه الواسعه ده بيضخ ميه كتير في الاخر الميه تطلع قد ايه؟ قد الصغير صح كده؟ مظبوط؟ طيب يبقى اليو تي بي ايه؟ يعني واحد فيهم فيه كبر اكتر لا الاثنين دول زي بعض انا بتكلم على حاجه بقى تانيه اسمها الكات كات 5 ماشي 6 في 7 دلوقتي نزل جديد فكل ما يبقى الكابل جوه كات اعلى بيبقى ايه النحاس فيه اكتر خلاص من ضمن الواي اللي برضه عندك حاجه اللي هو ايه؟ الفايبر اوبتيك الياف ضوئيه ده بقى سرعة الضوء السرعة اللي جواها سرعة الضوء خلاص السرعة الايه؟ يعني الداتا بتتنقل بسرعة الايه؟ الضوء على عكس التانيين بيتنقل بالايه؟ بالانالوج او بالديجيتال يعني الكابلات دي بيمشي فيها انالوج او ديجيتال على حسب انت موصل يعني انما ده اللي بيمشي فيه ايه؟ الياف ضوئية وده بقى اللي بيربط مثلا ما بين دولة ودولة ما بين مؤسسة ومؤسسة ما بين مثلا ايه محافظة ومحافظة ده مني عارفين الكابل البحري اللي بيوصل بيقطع في البحر هو اصلا فايبر الفايبر في منه نوعين في منه بلاستيك وفي منه ايه ازاز خلاص في ايه في نوعين خلاص ده طبعا سرعته رهيبه جدا بيبقى 10000 وهكذا ده بيبقى غالي جدا وتركيبه غالي جدا كمان ممكن تعمله في الشركه بتاعتك بس في حاجات معينه بكلمكم عنها بعدين حاجه اسمها سيل ستورج وحاجات من دي يعني هبكلمكم عنها بعدين خلاص طيب ده كده اول نوع اللي هو ايه الواير المهم لسه عندي بقى في عندك اللي هو زي حاجه زي ايه؟ الواي فاي الواي فاي لسه بتاع اشتغل عليه ده خلاص عندك ايه تاني؟ عندك الفلوس مثلا خلاص عندك ايه تاني؟ عندك حاجه اسمها الواي ماكس طب الواي فاي احنا عارفين البروتوس احنا عارفين في عندك الانفرا بقى والحاجات دي خلاص لازم تحط الموبايلين جنب بعض وهكذا يعني طب ايه هي الواي ماكس؟ الواي ماكس دي حاجه كده هي الواي ماكس بالظبط بس مش عارف السيجنال بتبقى اقوى شويه وممكن تحطها مثلا ما بين ايه؟ يعني انت مثلا عندك فرع الشركه في المانيا هنا اهو والفرع الثاني مثلا في المعادي او في اسكندريه ممكن تربط ده الواي ماكس تحط كود هنا عالي وهنا واحد عالي لازم يبقوا في سوا بعض طبعا مش حاجه بتعرض في النص يعني ما ينفعش يكون في بيت بيقف قدام البيت ده فيوقف لك الدنيا لازم تبقى ضامن ان المسافه دي كلها ايه؟ تبقى فاضيه يعني مش هيعرفوا يعملوا كوميونيكيشن يعني ده اسمها واي ماكس وفي الاخر الشركه دي شايف الشركه دي عن طريق ايه؟ وعلى فكره برضه في اغلب الاحيان بيربطوا المحافظات كده عندنا هنا في السنترات مش لسه سنترات في اليوم كده ما شاء الله يعني بعد طويل جدا ده بيبقى رابط بحاجه ثانيه بيبقى رابط بسنترال ثاني اسف بيرمي عليك فاهمين؟ تمام؟ طيب دي انواع الايه؟ النتورك ايه؟ ميديا الداتا خلاص؟ في مشاكل؟ ممكن بس دي حاجه جديده مش عايزين ندخلها وقت الناس بتعرفوش تمام يعني هو زي ما بيتكلم ان في انت ممكن دلوقتي في ممكن توصل كارت الشبكه الكيبل يعني او الميديا ممكن باليو اس بي اليو اس بي دلوقتي ممكن يشتغل از السيرفرات الجديده وكده خلاص طيب هنتكلم على كده على حاجه اسمها النيتورك ديفايس تعال نشوف بقى الشبكه دي لو دلوقتي طب انا عاوز انشئ شبكه دلوقتي عاوز انشئ ايه؟ شبكه هنشئها ازاي؟ يعني ايه الديفايس اللي هتعيني في الشغل دوت؟ سواء كنت عاوز اعمل جوه ريس مثلا، عاوز اعمل
تحط ده وتقطع نت الحاجات دي كلها. خلاص انا مثلا احنا صحاب موجودين في المكان او مثلا انا عندي اكتر من قسم، فكل قسم ايه 10 اجهزه، فانا عايز احطهم سويتش لوحديهم خلاص عشان يشوفوا بعض. فانا النتورك ديفايس اللي موجوده عندك، عندك مثلا حاجه اسمها ايه؟ الهاب. خلاص؟ ناخدها واحده. ايه هو الهاب دوت؟ قال لك لو انت عندك جهاز رقم واحد، رقم اثنين، ثلاثه، اربعه، عاوز توصلهم ببعض. ايه هو الرب ده؟ قال لك هتطلع خلاص احنا اتفقنا ان في كل واحد ايه؟ كان في شبكه. خلاص؟ الهب ده شفت انت المشترك بتاع الكهرباء ده؟ مشترك فكرته عامله ازاي؟ بتوصل طرف منه في الكهرباء والباقي كلهم زي بعض. خلاص؟ عشان تطلع اكتر من ايه؟ من الوسط. رسمته رسمه الهب شباب عامله كده. يعني تلاقي في كتاب او في حاجه تلاقي رسمه الهب كده. الرسومات دي مهمه على فكره. ممكن في الامتحان تشوف حاجه زي كده. خلاص؟ وبتوصل الاجهزه بتاعتك ايه؟ على الهب ده. تمام كده؟ طيب تعالى بقى ندرس الهب داخليا بيعمل ايه؟ بيقول لك والله انت عندك حاجه في الكوميونيكيشن حاجه اسمها البرو بروسس، وعندك حاجه اسمها المولتي كوست، وعندك حاجه اسمها اليوني كوست. ثلاث حاجات تمام. برود كوست يعني انا جاي قاعد في الشارع كده وبقول يا محمد بنادي قول اسم محمد يرد عليا، ممكن يرد عليا اثنين محمد ثلاثه محمد كتير صح. ده اسمه ايه؟ برود كوست. زي ايه مثلا؟ ناخد مثال زي اذاعه التلفزيون او الراديو مثلا. الاذاعه دي باشا فيها رموز معديه من جسم ده صح؟ مظبوط. فانت ممكن تقوم جايب الموبايل بتاعك او الراديو بتاعك يستقبل هو الايه؟ الاشاره. الاشاره اللي جايه السيجنال اللي جايه صح؟ دي اسمها ايه؟ بودكاست. اشاره ماشيه في كل حته، سيجنال ماشيه ايه؟ في كل مكان. واللي عاوزها يستقبل. دي اسمها ايه؟ بودكاست. مالتي كاست بقى يعني ايه؟ مالتي كاست انتوا دلوقتي مجموعه من الناس، فانا هكلمكم انتوا كلكم كده مع بعض، انا عارف انا بكلم مين، بكلم مجموعه. تمام كده؟ بكلم ايه؟ مجموعه دي اسمها مالتي كاست. طب يوني كاست، يوني كاست لما اجي اكلمك انت لوحدك بقى. اسمها ايه؟ يوني كاست. سليم؟ في مشاكل؟ طيب. البودكاست تخيل كده لو الجهاز ده بيعمل بودكاست على الشبكه يبقى هيكلم مين؟ ده وده وده والهب. او من خلال الهب هيكلم كله. صح كده؟ قال لك الهب لو في جهاز رقم واحد حب يكلم جهاز رقم ثلاثة الريكوست هيمشي كده او الداتا هتمشي كده هتوصل للهب. الهب هيدخلها من هنا وهيدخلها من هنا وهيدخلها من هنا، هيدخلها في كل حته. طب انا عاوز اكلم واحد بس، يعني الجهاز ده عاوز يكلم ثلاثه خلاص، فالداتا هتوصل ليهم كلهم. وثلاثه لو هو عارف ان الداتا دي جايه له هو هياخدها، لو مش بتاعته هيعمل لها ريسكارد وممكن تلفه وتجيله تاني. وهتكلم لما يخش في التكنولوجيا هكلمه في الحته دي خلاص. فده نتيجه ايه؟ البودكاستنج. فهنرجع ايه؟ الشبكه كلها. ده كان الهب زمان خلاص. وانت دلوقتي المتوصل المشترك ده مثلا الفيش اللي موجوده جواه، هل في واحده فيهم بتبقى شغاله مثلا ولا الثلاثه بيكونوا شغالين؟ لو وصلت في اي واحده الكهرباء هتشتغل صح، وكلهم هيديك نفس البول، مفيش واحد هيديك لا حاجه اقوى شويه او اقل شويه، كلهم زي بعض تمام. طيب فاذا الهب ده كان اختراع قديم ما كانش ليه اي لازمه دلوقتي، محدش بيشتغل بيه. تعال نشوف اللي بعده. تاني اختراع عندنا عملوه بعد الهب حاجة اسمها ايه؟ السويتش. اسمه ايه؟ سويتش. السويتش بيترسم كده شوية. تمام؟ السويتش بقى في حاجة بيقول لك ايه؟ لو جهاز واحد حب يكلم جهاز ثلاثة
هياخده من واحد الداتا هياخد الباكت يعني من واحد هيوديها فين؟ لتلاته من هنا لهنا ولا ده ولا ده هيعرف عنها حاجه ولا هتجيله ولا هيحصل كود كاستنج. طب ايه الحكمه؟ ايه اللي حصل يعني؟ بص بقى الاول لما اجي اقول لك جهاز كمبيوتر او اي جهاز ليه شبكه ليه كارت شبكه اي جهاز سواء كان كارت شبكه وايرد او ايه او وايرد لسه اتفقنا خلاص اي جهاز ليه كارت شبكه بيتسمى ايه؟ هوست. بيتسمى ايه؟ هوست. ممكن يبقى برنتر في برنتات ليها كارت شبكه فدي بيسميها على طول ايه؟ هوست. لما تيجي تتكلم على طول الهوست ده خلاص ده هوست. الموبايل بتاعك مش فيه واي فاي مثلا يبقى فيه كارت شبكه مش فيه بلوتوث يبقى فيه كارت شبكه يبقى اسمه ايه؟ هوست. لابتوب واي اي حاجه ليها كارت شبكه خلاص تخش على جاك نتورك كيبل يعني او وتفا ايه جوه اسمها ايه؟ هوست. ده مصطلح خاص بدماغك تمام كده؟ طيب قال لك بقى لكل هوست ليه عنوانين لكل هوست ايه؟ ليه عنوانين لو حد حب يكلمه هيكلمه ايه؟ عن طريق العنوانين دول بيقول عنوان لي ايه؟ وظيفه انا اسمي مؤمن مثلا لما حد بيعوزني بيجي لي بيتي صح؟ او يجي لي الشركه عندي كده يعني ليا ايه؟ عنوان معين لو حد عاوزني بيجي لي عليه حد عاوز يبعت لي جواب خلاص يبقى كل جهاز ليه كل هوست ليه ايه؟ ها عنوان. طب الهوست ده اللي بيميزه هو ليه كارت شرطه خلاص كده؟ طيب ايه هما العنوانين؟ قال لك حاجتين حاجة اسمها حاجة فيزيكال فيزيكال ادرس وحاجة تانية لوجيكال ايه؟ لوجيكال ادرس حاجة ايه؟ منطقية والتانية ايه؟ حقيقية موجودة يعني. طب زي ايه؟ قال لك الفيزيكال ادرس حاجة اسمها الماك ادرس ميديا اكسس كنترول اختصار ميديا اكسس ايه؟ كنترول الماك ادرس ده. اللوجيكال حاجه اسمها الاي بي ادريس اختصار الانترنت بروتوكول. يبقى هما ايه؟ حاجتين فيزيكال وايه؟ واللوجيكال تمام كده؟ جميل. تعالى ناخد مره واحده نفهم ايه هو بسرعه. الاي بي ادريس حتى يعرفوش فاهمين يعني اي بي تمام؟ طيب تعالى كده في الماك ادريس الاول كل كارت شبكة هتشتري كل كارت شبكة هتشتري هتلاقي مكتوب عليه كده الماك ادرس ده رقم كده طويل مكون من ارقام وحروف متركبة على بعض خلاص ده اسمه ايه؟ الماك ادرس. الماك ادرس ده يونيك على مستوى العالم يعني لو ما هتلاقي هوست جهاز فيه كارت شبكة يعني واخد ماك ادرس زي واحد تاني مش هتلاقيه خلاص. يبقى الماك ادرس ده ايه؟ يونيك وحيد مش حد تاني بياخده. هو الماك ادرس ليه طول معين؟ ليه لينس معين مثلا؟ ليه لينس؟ اه 48 48 انا هتكلم فيه بعدين ده كده بالاكس ديسيمال تمام؟ خلاص يا شباب واضح كده؟ يبقى ده ايه؟ الماك ادرس. الماك ادرس مستحيل يتغير على جهازك هو احنا ممكن نغيره حاجه اسمها ماك ادرس سبوفينج ده نوع من انواع الهاكينج عارفين النت كات؟ عارفين بيعمل ايه اصلا؟ بياخد الماك ادرس بتاع الراوتر اللي هو المودم يعني بيطلعك نت فبيضحك عليك فايه بيوقع لك انت نت بس انا هكلمك عليها بعدين خلاص؟ فالماك ادرس ده ايه؟ حاجه مهمه جدا موجوده ايه؟ على كارت الشبكه يعني انت لو شلت كارت الشبكه لو مثلا نفترض ان الماك ادرس بتاعك على كارت الشبكه انت مكتوب اكس مثلا او ايه؟ A1 A2 مثلا نفترض حاجه فور اكزامبل يعني خلاص؟ انت شلت كارت الشبكه وحطيت واحد تاني التاني ده ليه رقم تاني خالص ممكن يبقى سي يبقى بي اي حاجه تانيه تمام كده؟ طيب الاي بي ادرس قال لك لوجيكال منطقي ممكن تحطه خلاص باكتر من طريقه ممكن تغيره زي ما انت عايز خلاص؟ ده ليه طريقه في الكوميونيكيشن وده ليه ايه؟ طريقه تانيه فين؟ في الكوميونيكيشن يعني ده الاثنين عناوين صح؟ من اي واحد منهم بقدر اوصل لمين للبوست سليم كده؟ خلاص بس ده ليه وظائف وده ليه ايه؟ وظائف تانية. طيب قال لك السويتش
بيفهم بقى الماك ادرس. يعني ايه بيفهم الماك ادرس؟ تعالوا نحط مثلا، نحط في دماغنا كده اي ماك ادرس للاجهزه دي. هفترض ان الماك ادرس بتاع الجهاز ده ايه؟ اي بي سي. اي بي مثلا، وده مثلا اي سي، وده مثلا اي 3، وده مثلا ايه مثلا اف. تمام كده؟ اختار اي حاجه. فقالك السويتش هو حاجه اسمها الماك ادريس تيبل، هو حاجه اسمها ايه؟ الماك ادريس. قالك السويتش هو ذكي، يعني الهاب، الهاب كان بيفتح الدنيا، كان يروح يبعت لكل، انما ده ما بيعملش كده. فاحنا عايزين نفهم ليه ما بيعملش كده ليه؟ وليه بنستخدمه لغايه دلوقتي؟ قال لك هيعمل حاجه اسمها ايه؟ الماك ادريس تيبل. جدول كده مقسوم نصين، مش السويتش دوت بيبقى متقسم بوتات كده اكتر من فتحه، اكتر من منفذ جوه. فنفترض مثلا ان ده بورت رقم 1 لو بص عليه الجهاز ده، وده مثلا بورت رقم 2، وده 3، وده ايه؟ 4. اهي البورتات اللي موجوده عندنا. التيبل بتاعه معمول ازاي؟ قال لك هنا البورت قدامه ايه؟ الماك ادرس. تمام؟ ادي بورت رقم 1، 2، البورت رقم 1 الماك ادرس اللي بتبص عليه ايه؟ اللي هو الاي بي اي سي. اي سي هو هنا ايه؟ اي سي. طيب البورت رقم 2 اي بي، رقم 3 اي بي، رقم 4 اي سي. اي سي كده هو عمل تيبل بالايه؟ اللي عنده. طب نفترض كده ان الجهاز ده بيتركب في بورت تاني مكان واحد تاني، ايه اللي يحصل؟ التيبل على طول يحصل فيه ايه؟ ابديت. تمام كده؟ تعالى بقى نبص. زي ما هناخد كمان شويه في الاو اس اي هنتكلم، هنشوف حاجه اسمها باكت. الباكت دي والفريم، يعني الجهاز هو رايح يكلم جهاز تاني ويحط الماك ادرس اللي انا عاوز اكلمه عليه. مش انت الطبيعي لما تكتب عليه جواب لازم تحطها في عنواني، عشان تكتب عنواني عليه. فالجهاز هو بيتكلم الجهاز التاني لازم يحط الايه؟ الاي بي والماك ادرس بتاعه. خلاص؟ تمام كده؟ طيب. فطبيعي الباكت اللي ماشيه دي، الداتا اللي ماشيه دي موجود جواها ايه؟ الماك ادرس بتاع الجهاز رقم 3. واحنا عاوز يكلم 3. فتوصل لمين؟ السويتش. السويتش. السويتش يبدا يقول ايه؟ ها؟ والله انت عاوز توصل للماك ادرس رقم كام؟ اي 3. هو عاوز يوصل للماك ادرس رقم اي 3. فيقول بص عنده في التيبل فين اي 3؟ فيلاقي هنا اه ده متوصل على بوت رقم كام؟ 4. قوم مدخله فين؟ على 4. هل بقى وداه 3 2 اي حاجه؟ ده السويتش. فهمتوا يعني ايه ماك ادرس؟ ماك ادرس يعني ايه ماك ادرس تيبل؟ خلاص؟ ده السويتش بيفهم كده. الهب ايه ما بيفهمش كده؟ الهب عامل زي المشترك بتاع الكهرباء بالظبط. واضحه؟ فيها مشاكل؟ بعد كده بقى حضرتك يبقى السويتش عندي بعيدا بس اللي هو اليوني كاست مش المالتي كاست. لا ما تتقالش كده، بيعمل حاجه اسمها كوليجن دومين. هو في حاجات تفصيليه قوي بس مش هينفع اجربها، احنا هنطول جدا. بيعمل حاجه اسمها كوليجن دومين جوه السويتش. فهو مش يوني كاست. هو على فكره السويتش بيعمل بوت كاست بس في حالات معينه. لو حد جاي له مثلا يعني طب خليها بعدين لو جالك عشان بس ما ننتقش. خلاص؟ بس انا في حاجات كتير جدا قد كده مش هنخلص خالص. بس انا بقول لكم الحاجات الاهم من دول يعني تبقوا فاهمين. ممكن تعتبر ان السويتش اه بيتكلم يوني كاست ماشي في حاله ان هو عنده ايه؟ ماك ادرس تيبل. بيتكلم يوني كاست. خلاص؟ او بيعمل ترانسليشن يوني كاست. هو ما بيتكلمش. يعني هو ما بيبعتش حاجه. هو اللي بيعمل ايه؟ بيعمل ترانسليشن بياخد مني يودي. خلاص؟ طيب عندك بعد كده حاجه اسمها البريدج. انت سامع عنه؟ انا سمعت عنه. اي بريدج؟ البريدج اللي بيوصل الكابلين ببعض؟ لا مش ده. السبيل بتاع كده كونكت وكده بيوصل الاثنين كيبل. لا ده هو بيسموه بريدج بس ده مش البريدج. البريدج ده فكرته ايه؟ بص لو انت عندك شبكه كده شغاله كو اكس يعني تمام؟ وعندك شبكه ثانيه شغاله يو تي بي مثلا وعاوز توصل دي بتعمل ايه؟
تقول لي لما نجيب سلكين من الحب ولا مش عارف ماشي دي دي شبكه بتشتغل النتورك الميديا بتاعتها مختلف عن النتورك الميديا بتاعت التانية. فاحنا عاوزين نوصل دول بدو نعمل ايه؟ قال لك الجويجي دوت اصلا جهاز كده في مكان بيفهم الكوأكسيال وفي مكان تاني بيفهم الايه؟ اليو تي بي. فيعمل لك هو الموضوع ده اسمه بريدج معه كوبي. خلاص؟ واضحه؟ طيب انا ما اعتقد ان ده شغالين بيه في موضوع الريسيفرات اللي بتشتغل على الانترنت. ما عنديش علم بصراحه بس ربما هو ممكن. لان هو بيحول الانترنت للتلفزيون انا اعتقد. دي حاجه ما عنديش علم بصراحه اللي بيصحى من الانترنت. بقول لك ربما هي كده ممكن مش. طيب عندي بعد كده يا شباب الاكسس بوينت اكيد معروف بالنسبه لكم قد ما يعرفوش قد عشان ايه الاكسس بوينت؟ الاكسس بوينت بيترسم بالشكل دوت الاكسس بوينت طبعا ده الجهاز اللي هو عباره عن سويتش بس سويتش ايه؟ هواء. سويتش ايه؟ هواء. طبعا لازم ده يكون فيه ايه؟ يعني لازم اللابتوب او البي سي لازم يكون فيه كانت شبكه ايه؟ سبورتد بالوايرلس. خلاص كده؟ خلاص؟ هو عباره عن ايه؟ سويتش هو نفس السويتش بس هواء. يعني مفيش كابل هتمدوا من السويتش للوايرلس، لا ده هتبث بس ايه؟ وايرلس. الوايرلس على فكره هديكم بس حاجه سريعه عنه كده، لما تيجي تركبه مكانه يتحط ازاي؟ ما ينفعش تحطه لي مثلا جنب المسلح. ماشي؟ او ما ينفعش يعني انت مثلا احنا في لعبه اهو ما ينفعش حد يدخله لي في اللاب التاني وما بين الاثنين في مسلح. ما ينفعش مش هيشتغل. او الحديد، الحديد يعني مكسر، كسر الاشارات. كسر السيجنال. فبالتالي توصل الاشارات ممكن توصل بس تبقى ضعيفه جدا. لما تبقى قاعد ما تقفلش باب الشقه، ما تقفلش الباب انت حاطه مثلا ورا وانت قاعد هنا، ما ينفعش تقفل. هتقل السيجنال شويه. والاكسس بوينت ما توصلش عليه اكتر مثلا من ايه 15 جهاز مهما كان قوته. خلاص اتفضل. المسلح الحديد الحاجات دي كلها الحديد كل ده يكسر لك الاشاره بتاعته فيبقى ايه؟ ضعيف. خلاص طيب في بقى حاجه ثانيه بما اننا بنتكلم في الموضوع ده حاجه اسمها في جهاز برضه اسمه ايه؟ بيبيتر. الفكره بتتكتب ازاي بس مش مشكله بيبيتر. ماشي؟ البيبيتر ده بيقول لك ايه؟ بيعمل ايه؟ هديك مثال انت عارف الكابل اليو تي بي اللي احنا اتكلمنا عليه؟ اليو تي بي اخر مسافه ليه ممكن تمدها بيقول لك 170 ل 200 قول 200 ماشي 200 متر ايه ممكن تمد الكابل ده اكتر من كده هتلاقي اشاره بدات ايه تضعف. فانا هفترض معاك ان من هنا لغايه هنا دول ايه 200 متر وانا عندي جهاز هنا عاوز اوصله. خلاص جهاز ايه عاوز اوصله والسويتش بتاعي فين؟ هنا. فانت رحت جايب الكف رحت ماشي ايه؟ الاشاره بقت هنا كانت عاليه قوي بدات ايه؟ تضعف. كل ما تقل ايه؟ الاشاره ايه؟ تضعف. طب انت عاوز الاشاره دي ايه؟ تكبر تاني عشان تقدر مثلا تمشي بيها 150 متر او 100 متر كمان. فتعمل ايه؟ قال لك ما تحطليش البرج عند بعد ال 200 متر من الفصل يعني ما تحطوش في ال 200 حطوا لي في المتوسط. يعني حط لي مثلا في 150 حط لي هنا يعني في متوسط الاشاره لما كانت عاليه في الحته دي حط لي هنا ايه؟ الريبيتر ده هو هيعمل ايه؟ هياخد السيجنال هشوف المتوسط بتاعه هيقول ايه؟ طلعها لك تاني ايه؟ عالي. خلاص؟ دلوقتي انا ما شفتش الريبيتر ده خالص هو السويتشات اصلا كده كده باي ديفولت جواها
يعني بدل ما تقول لي هتقعد تلف في السوق على العربيه مش هتلاقي، لو انت رايح سويتش وخلاص هو سويتش اللي يعمل ريزلت. نفس الكلام في الاكسس بوينت، الاكسس بوينت يا شباب ممكن تشغلها اوربيتا. يعني ايه؟ انا عندي اكسس بوينت انا مسميها مثلا مسميها مؤمن مثلا، خلاص. فانا عندي الاكسس بوينت دي اخرها مثلا الاشاره بتاعتها ترايت هنا حلوه قوي جميله، اكتر من كده لو ضعيف جدا. طب انا عاوز اجيبها لغايه هنا، في جهاز هنا، في لابتوب هنا، عاوز اوصل عليه اعمل ايه؟ لا خلاص حط لي اكسس بوينت مثلا في الحته دي كده خلاص، وشغلها ايه؟ ريبيتر لمين؟ لمؤمن، خلاص. بحيث هتاخد الاشاره اللي هنا هتعمل لها ايه؟ ريبيتر، هتعليها لك تاني، هتلاقي الاشاره طالعه هنا ايه؟ عاليه جدا. بقى اسمها رينج اكستندر. ايه؟ رينج اكستندر. رينج اكستندر؟ اكستندر. اكستندر؟ هم اسمهم بطريقه رينج اكستندر هو اللي بيقوي الاشاره بتاعت الاكسس بوينت عشان ترمي اكتر. تمام، حلو مستوى. هو بيتباع كده، بيتباع بالنسبه لو قلت له عايز ريبيتر مش هيفهمك. انت ما بتتباعش، ما بتشتريش ريبيتر، اي اكسس بوينت تعمل الكلام ده. القديم السوفت وير اللي كان على الاكسس بوينت القديم ما كانش بيسبورت ان انت تاخد وايرلس وتطلع وايرلس تاني، كان لازم كابل. بدأوا بقى كان في انواع معينه كنا بنجيبها هي دي اللي كانت بتسبورت الكلام ده، ان انت من السوفت وير بتاعك. ما عملتش وايرلس من زمان اصلا. فعلا الجديد النوع الجديد بيبقى فيه ان انت تقدر تشغله بوينت. اول لما جيت اركب اكسس بوينت لقيت الكلام ده يعني مره سريعه جدا يا باشا. فاستلك كبير او اتنين حاجه اسمها البولين بس مش هتبقوا فاهمين، وحاجه اسمها الايه؟ الاوت. ناس كتير كلها بتتلخبط في الحتتين دول. خلاص؟ الاقي واحد مثلا ايه بيقول لي انا عندي راوتر في البيت ما بيشتغلش. انا مستغرب هو عنده راوتر ازاي في البيت؟ يعني بتعمل بيه ايه؟ بيقول لي هو ده اللي بيطلع لي نت. اقول له يبقى اسمه مودم. اللي بيطلع لك نت في البيت ده اسمه ايه؟ مودم. انا ساعات حتى بكلم الناس اقول لهم الراوتر اللي في البيت، انا عارف ان هو مش فاهم ان هو اسمه ايه؟ راوتر. فانا بنطقها اقول راوتر. بقول فاهم. انما الصح بقى ايه؟ ان اللي في البيت اسمه ايه؟ مودم. المودم بيعمل ايه؟ شوف كده بسرعه. اللي هو اللي بيتوصل فيه كابل التليفون ده اسمه ايه؟ مودم. المودم باختصار جهاز بتخش له الانالوج طلع له ايه؟ والعكس. يعني الانالوج دي اللي هي ايه؟ النبضات بتاعت التليفون. خلاص؟ النبضات بتاعت الايه؟ التليفون. خلاص؟ الديجيتال ده اللي هي ايه؟ الرقميه اللي هي اللي احنا بنشتغل بيها. خلاص؟ تمام كده. والعكس لما تيجي تحب تبعت حاجه تبعتها ايه؟ ديجيتال لانالوج. هو بقى بيقعد يعمل كونفرتر الكلام ده. ده المودم بيطلع لك بيبقى فيه بقى جواه شويه سيتنج كده تحس ان هو اوتر، هو مش اوتر. لو حطينا فيه جي اتش سي بي اللي هو اللي بيوزع الهاتف لوحده ده. طب لو هو يعمل الكلام ده ممكن، انما لا ده هو بيزودها عليه شويه فيتشر كده. لما تخش تبص جواه وممكن يسموه لك اوتر، انما هو اصلا مش اوتر. الاوتر ليه وظيفه ثانيه نتكلم عليها دلوقتي. يبقى دلوقتي الدنيا واضحه؟ بس انا كان عندي سؤال صغير، هو ده وان واي مش تو واي؟ مش المفروض كده؟ لا تو واي. يعني ممكن احولها من ديجيتال لانالوج؟ اه وهي الطبيعه اصلا الداتا بتاعتك بتجي لك منين؟ الكابل بتاع التليفون ده بتوصل لمين؟ بالسنتر، ومن السنتر للاي اس بي. مالناش دعوه بالموضوع ده. خلاص؟ طيب انت عاوز تطلع نت بتبعت تعمل ابلود وداونلود. انت لما تيجي تخش اصلا على مثلا ياهو فيسبوك بتعمل ابلود وداونلود. لما تكتب ريكوست www.yahoo.com يعمل ايه؟ انت بتعمل داونلود للبيج بتاعت الويب سايت الكونتنت بتاعت ياهو تنزل لك. انت عاوز تحط يوزر نيم والباسورد فبتحطهم وبتدوس اوكي. وانس انت دوست اوكي بيتعمل ابلود لليوزر نيم والباسورد على السيرفر يتشيك ويتدخلك وهكذا. عاوز تفتح ميل يعمل لك داونلود للايميل المسج بتاعتك يعني، فاهمين قصدي؟ ده اللي بيحصل. فطبيعي انت بتعمل سند ويسير. ده اللي تمشي بيه بسلك التليفون. فهمتها؟ تمام كده؟ فهو المودم ده هو الايه؟ اللي بيكونفيرت الكلام ده، هو اللي بيطلع لي ايه؟ الانترنت. تمام؟ سلك التليفون سرعته نفس سرعه لا سلك التليفون الانالوج بتبقى اسرع شويه في الديجيتال في حاجات في الكوميونيكيشن يعني اللي هي النبضات بتبقى اسرع شويه. خلاص؟ طيب ممكن بعد كده ابقى اكلمك في سلك التليفون متقسم لايه؟ 128 ايه؟ وضعك خلاص كده؟ ده الايه؟
المودم. عارفين زي ايه يا شباب؟ عارفين الستيك بتاعت الاتصالات دي؟ ما دي اسمها اليو اس بي مودم، مش اسمها كده؟ خلاص هي مثلا بتاخد اي بي مش عارف بتوزع اليو اس بي؟ لا مش عارف. ده اي حاجه بتتوصل، بس بدل ما انت بتوصل انالوج في المودم الكيبل يلا هي بتوصل ضد ايه؟ بالوايرلس بتاع ايه؟ بتاع الاتصالات بس. خلاص؟ طيب تعال نشوف بقى ايه قصه الراوتر. قبل ما ندخل في قصه الراوتر نتكلم بقى على ايه؟ على الاي بي ادرس. سؤال، احنا قلنا ان كل هوست ليه اتنين ايه؟ ادرس او اي بي وايه؟ النك ادرس. تمام؟ طيب احنا اتكلمنا عن النك ادرس خلاص، نتكلم بقى على الاي بي. الاي بي في كويتو ايه؟ الاي بي ادرس ده اللوجيكال ادرس بتاعك. الايه؟ اللوجيكال ادرس. او مثلا هو اختصار كلمه انترايت بروتوكول. لو انت حابب تكلمني، لازم تكون معاك الايه؟ ده العنوان بتاعي اللي هو الاي بي. خلاص؟ طب انا هديك مثال للاي بي. الاي بي عموما ليه نوعين، الحاجات دي انت فاهمها بالتفصيل جدا يعني، تقوم من اولها لاخرها. في منه نوعين، في اي بي او فيرجن بمعنى اصح فيرجن 4 واي بي فيرجن 6 تجديد بقى. خلاص؟ طب الاي بي مش هنتكلم فيه بشكل عام دلوقتي، هو ليه ميديوم لوحده في التراك الاوليه بتاع الشكوس ام 6 اي هتاخدوه بالتفصيل جدا يعني. هتاخد اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6 تاخدوه. بس احنا مبدئيا هنتكلم بس عشان نفهم يعني ايه اي بي عشان نعرف نكمل. طيب الاي بي فيرجن 4 يا شباب، سيبكم اي بي فيرجن 6 خالص دلوقتي بقى. اي بي فيرجن 4 هتلاقيه مكون من اربع خانات. خانه 2 3 4. كل خانة بيسموها حاجة اسمها ايه؟ اوبتيمال. بيسموها حاجة اسمها ايه؟ اوبتيمال. طب اقول لكم ليه بيسموها اوبتيمال؟ اوبتيمال دي جاية مشتقة من كلمة اخطبوط يعني. ماشي؟ اخطبوط بيقول لك الاخطبوط ليه طبعا ازرق صح؟ فبيقول لك في حاجة اسمها انتوا عارفين الباينري والبيت والحاجات دي؟ فبيقول لك ان الاوبتيمال الواحد فيه 8 بت. في ايه؟ الباينري يعني. عشان كده بقول لك بيسموه ايه؟ اوكتت يعني. خلاص؟ دي بعدين نسوها دلوقتي مش مشكلة. بلاش دعوة. خلاص كده؟ تمام؟ طيب الاي بي ادريس يا شباب انا هديكوا معلومة عشان بس نفهمه دلوقتي وهصححها لكم بعدين. يعني هديكوا حاجة شبه غلط بس هصححها لكم بعدين. خلاص؟ لما تعرفوا الاي بي ادريس كله تفهموا. لو انا قلت لك 192 168 دوت 1 دوت 0 خلاص؟ والاي بي ده بيتكتب لما تيجي تفتح قاعدة الشبكة. كلكم فتحتوا قاعدة الشبكة قبل كده؟ في حد عرف تخش؟ ما فتحتش قاعدة الشبكة؟ ما تعرفش تفتحها ازاي؟ طب وراها هنا. بس قاعدة الشبكة من جواه بيبقى جواه ايه؟ حاجة كده موجود جواه ايه؟ بيقول لك الاي بي خلاص؟ السب ماسك سبت ماسك جيت واي او ديفولت جيت واي يعني خلاص تحت تلاقي حاجه اسمها دي ان اس وحاجه اسمها الترنت ايه؟ دي ان اس دي اثنين دي ان اس واحد تمام؟ الاي بي ده معروف ان هو ايه؟ بتاع الجهاز بتاعي. السبت ماسك غالبا كده بنشوفها تلاقي مثلا مكتوب ايه 192 168 1 مثلا 1 صح؟ وتلاقي مكتوب هنا مثلا ايه 255 او تلاقيها متغيره ممكن تلاقي ايه 3 255 في الاخر صفر او تلاقي ايه 1 255 وثلاث اصفار صح؟ طيب الاي بي يا شباب في حاجه اسمها النتورك اي دي وفي حاجه اسمها الهوست ايه اي دي نتورك اي دي وهوست ايه اي دي. بص بيقول لك لو في مثلا نفترض الجهاز ده واخد اي بي كام؟ 192 192 دوت 1 دوت 1 طب تعالى نحط جهاز تاني نعمل جهاز تاني كده الجهاز ده هياخد اي بي 192 168 دوت 1 دوت 2 والماسك بتاعه 2 255 255 50 دوت 0 تمام؟ بيقول لك ايه؟
حاجه اسمها النتورك اي دي. يعني ايه النتورك اي دي؟ يعني عنوان الشبكه. يعني ايه عنوان الشبكه؟ يقول لك ايه مش ده اي بي كده؟ طب ايه هو النتورك اي دي منه وايه هو الهوست اي دي؟ قال لك اول ثلاثه اوكتت دول اسمهم ايه؟ نتورك اي دي. يعني ايه نتورك اي دي؟ يعني حاجه ثابته. يعني ايه؟ حاجه ثابته مش هتتغير. اسمها الحته دي قوي. خلاص؟ حاجه ثابته ايه؟ مش هتتغير خالص. تمام كده؟ زي ايه مثلا؟ مش النتورك اي دي بيتحدد على حسب نوع الشبكه زي ما كانت كلاس او كلاس ايه او كلاس ايه؟ ده الكلام ده بعد. خلاص؟ تمام كده؟ يبقى اول ثلاثه اوكت دول ايه؟ فيكسد يعني ايه ثابت مش هيتغير خالص. خلاص؟ بينما الاخير هو اللي هيتغير. طيب جميل قوي، احنا كده عرفنا ان النتورك اي دي هنا ها شبه ايه؟ شبه اللي هنا. بيقول لك بص بقى، بيقول لك لو في ما ينفعش جهازين، لو جهاز في نتورك اي دي غير النتورك اي دي الثانيه يشوفوا بعض. يعني لو جينا عملنا جهاز ثالث كده، الجهاز الثالث دوت هندي له اي بي مثلا 92 168 202 205 255 255 واصل ان انا اتبع عشان الاقيها معنى كمان شويه. هل اول ثلاثة اوبت هنا زي اول ثلاثة اوبت هنا؟ يعني معناها ايه؟ النتورك اي دي هنا زي هنا؟ مختلف. قال لك ما دام كده يبقى ايه؟ الجهاز ده مستحيل يشوف الجهاز ده، ما ينفعش. الجهاز ده ايه؟ ما ينفعش يشوف الجهاز ده، ليه؟ عشان النتورك اي دي مختلف. طب تعالى ناخد امثال شعبي شويه. انت ساكن في شارع فيصل، وانت ساكن مثلا في شارع المنيا، خلاص؟ وانت ساكن، انت مثلا ساكن في شارع واحد شارع المنيا، وانت ساكن في اثنين شارع المنيا، خلاص؟ هو انت لما تحب توصل له سهل ولا صعب؟ هو ساكن جنبك، البيت اللي جنبك، او في البيت اللي في اخر الشارع، مش مشكله. سهل ولا صعب؟ والله صعب. ايه؟ هتمشي في الشارع تبص كده على العنوان وخلاص، صح؟ طيب لو انت حبيت تجي له فيصل، سهل ولا صعب؟ ايه؟ هتبقى محتاج حاجه تنقلك، حاجه تبقى وسيطه ما بينك وايه؟ ما بين ليه؟ لان هو في شبكه وفي شارع، يعني في شبكه وانت في شبكه ثانيه. واضحه؟ هو في مكان وانت في مكان تاني، فانت محتاج وسيله مواصلات ايه؟ تنقلك. فلما اجي اقول لك كده الراوتر بيعمل ايه؟ هقول لك لو في شبكه غير شبكه ثانيه الراوتر هو الوسيط. في مشاكل؟ هو ده الراوتر بيعمل كده. الكلام ده في راوتنج بعد كده خدته. بس مبدئيا تبقى فاهم يعني ايه؟ يعني ايه راوتر بيعمل ايه؟ يبقى الراوتر بيعمل ايه؟ ها؟ بيعمل راوتنج. يعني ايه راوتنج؟ هتقول لي بقى بالك ما اعرفش. بلاش معنى، يعني لك موجه مش تفهم حاجه. الراوتر باختصار بيعمل ايه؟ لو انت في شبكه مختلفه عن الشبكه الثانيه وحد منا عاوز يكلم حد هنا او العكس، الراوتر هو اللي بيعمل ايه؟ بيودي ده هنا وبيجيب ده هنا. خلاص؟ واضحه؟ في مشاكل؟ بس انت لسه قايل دلوقتي ان مستحيل الاثنين يشوفوا بعض الا عن طريق راوتر. ماشي كده مستحيل يشوفوا بعض، هم جنب بعض. انت جبت لي جهاز هنا وجهاز هنا ووصلتهم بكابلين، بس ده ادى اي بي 192 192.2.2 دوت 3 وده دوت 1 دوت 5. يحصل ايه؟ مفيش حاجه. ده نتورك اي دي وده نتورك، ده شيع وده شيع، حتى لو اتنين في نفس الكم. لوجيكال لوجيكال ايه؟ مستحيل. انما فيزيكال هم متوصلين وزي الفل، بس لما تيجي تبعت له حاجه مش معقول، لازم تحط له في النص ايه؟ وصي. خلاص كده؟ طيب في الشبكه يا شباب تعالى بقى نشوف ايه هو الهوست. الهوست هو اخر رقم فين؟ اول ثلاثة نتورك. يعني لما اقول لك دي شبكه طلع لي النتورك اي دي، مين يقول لي النتورك اي دي ده كام؟ 192 168 192 168 1 0 1 دوت ايه؟ 0 دوت 0. طب الهوست هنا 0 دوت 0 دوت 0 1. الهوست كام؟ لا ما ينفعش 0، هو طلع 1 بس. هو الهوست 1 بس. او لما اقول لك الهوست يبقى 192 دوت 1 دوت 1، تقول لك كلها او تقول له ايه هو واحد من النتورك دي، من النتورك اي دي. يفضل ليك اقولها كلها، تقول اي دي كام. طب وهنا النتورك اي دي اول ثلاثه والهوست ايه؟ الاربعه.
الهوست اللي بيتحدد بكام اخر رقم فيه. لما ما ينفعش تدي جهاز بقى، ما ينفعش تدي جهازين نفس الايه؟ الهوست. الهوست يعني الاي بي كله. خلاص؟ الارقام كلها الارقام بتاعت النتورك فيكسد ما بتتغيرش، انما اللي بيتغير بتاع الهوست اللي هو الاخير. خلاص كده؟ ما ينفعش يكون في جهازين واخدين نفس الايه؟ الاي بي ادرس او الهوست. ايه اللي هيحصل؟ هيقول لك ايه؟ كونفليكت، في دبل كيت، ويقوم وقع الاثنين. دي منطق واحد، ما ينفعش واحد يشتغل والتاني زيه. صح؟ تمام كده؟ طب ايه بقى قصه السبجكت ماسك دي سريعا؟ قال لك من الاخر كده، لما تلاقي واحده 255 او اثنين او ثلاثه 255 مستحيل تلاقي الا اربعه 255، ده مبدئيا كده. لو لقيت واحده او اثنين او ثلاثه ال 255 هي اللي بتعلم هو النتورك اي قد ايه. متشغلوش دماغكم بالكلام ده قوي، بس افهموه بس للعيال، ده لسه هتعرفوه بعدين. لو لقيت هنا واحده بس 255 والباقي هيبقى دوت صفر دوت صفر دوت صفر، يبقى النتورك اي دي ايه؟ 192 بس، صفر صفر صفر. يبقى النتورك اي بتتحدد بيزد اون ايه؟ السبنت ماسك. هو اللي بيقول اللي ناخد اي نقطه تبقى نتورك اي دي. طب لو لقيت لك اثنين هنا 255 ها؟ يبقى النتورك اي دي 192 162 والباقي كلهم ايه؟ وسط. مين ما فهمش؟ عشان كده بقى حضرتك دلوقتي لسه قايل ان ينفع الاثنين في وجود راوتر ياخدوا 192 168 دوت 2 دوت 1 عن طريق 255 255. لا 3 255 ثلاثة. أنا هقول لك، أنت كده اتلخبطت. أنت كده اتلخبطت في حتة إيه؟ بص نيجي على شوية. الحتة دي أنت بس اتلخبطت إيه بعدين؟ لو في الجواز دلوقتي مش مشكلة عادي. ماشي. أنا بتكلم في إيه؟ في 3 255 صح؟ يبقى النتورك أي دي هنا إيه؟ الأي دي 192 دوت 2 دوت 0 دوت 0. تمام كده؟ تمام. هنا في كام 3؟ في كام 255؟ ثلاثة. ثلاثة، يبقى النتورك أي دي هنا إيه؟ واحد. واحد. صح كده؟ طب منطقيا نتورك اي دي زي دي؟ لا. لا يبقى ده ما ينفعش ايه؟ شوف ده يبقى لازم ايه؟ رصيد. واضحه كده؟ مش فاهم قول بس يعمل ايه؟ لو قلنا لو غيرنا ال 255 255 في السبنت مصر من 0 ل 0 هيشوفوا بعض. لان الاي دي اتغير، النتورك اي دي اتغير بقى 162 بس. بقى اخر اثنين نقطه ايه؟ الوسط. متغيرين في اي حاجه، هيشوفوا بعض. بس لازم الاثنين اخت الاولانيين يبقوا ايه؟ زي بعض. تمام. تمام كده؟ حد عنده مشكله في الحته دي؟ انا كمان ان شاء الله لو عندي اثنين ليهم سبب ماسك مختلف. يقدروا يشوفوا بعض؟ ما ينفعش. لو اثنين ليهم سبب ماسك مختلفين عن بعض، يعني واحد مثلا بادئ 255 دوت مثلا 70 0 0 والتاني 255 255 ما يشوفوش ولا حتى عن طريق، دي حاجه اسمها سبنيتنج هنتكلم فيها بعدين. ايه؟ ولا حتى عن طريق راوتر؟ لا ممكن راوتر اطلع يشوف من عن طريق راوتر يشوف بدل اصل دي شبكه. ما هو اللي بيميز الشبكه ايه؟ ها السبنت ماسك. السبنت ماسك متغير يبقى انسى، يبقى في حاجه غلط. لازم التاني يبقى السبنت ماسك نفسه بالظبط والنتورك دي تبقى زيها بالظبط. عدا ذلك لا، يبقى ايه؟ لازم راوتر يشوفوا بعض. خلاص؟ طيب تعالى بقى نرسم شكل الراوتر يبقى عامل ازاي. الراوتر يا شباب بيترسم بالشكل ده. تمام؟ هنا شبكة شغالة مثلا النتورك اي دي بتاعتها 10 دوت صفر دوت صفر دوت صفر. يعني الصبر الماسك كام؟ 55. عندي شبكه ثانيه شغاله 192 168 دوت صفر دوت صفر. يعني الصبر الماسك كام؟ 255. تمام. في جهاز هنا عاوز يشوف جهاز هنا. طبعا ده مستحيل يشوف ده الا عن طريق
الراوتر. الراوتر بيبقى ايه؟ في حاجه اسمها الديفولت جيت واي، فاكرها؟ كنا لسه اسمنا من شويه اللي هي تحت السبنت ماسك على طول. ايه الديفولت جيت واي دي؟ جيت واي يعني المعطى. اسألك سؤال، انا بدور عليك، قعدت ادور عليك هنا ما لقيتكش، هعمل ايه؟ هطلع من الباب ده ولا ينفع اطلع من الحيطه؟ لازم اطلع من حته معينه علشان ادور عليك في اللاب التاني، تمام كده؟ فانا فين المخرج بتاعي الديفولت بتاعي هطلع من يمين؟ ده معناه كده بيقول لك لو انت عاوز حد مش هنا يعني مش في الشبكه اللي معاك في النتورك اي دي بتاعتك هتطلع من عن طريق الديفولت جيت واي. هي ايه؟ تسالها تعرفي طريق محمد اسلام عبد الرحمن اي حد، يبقى ايه؟ منطقيا كده لو انت بتدور على حد مش معاك في نفس الشبكه يبقى مين اللي هيوصلك ليه؟ ها؟ ديفولت جيت واي. مين ديفولت جيت واي؟ اللي هو الراوتر يعني. يبقى الديفولت جيت واي ده ايه؟ هو الراوتر. ده يبقى شكل تمام كده؟ ده واضحه؟ الديفولت الراوتر اصلا يا شباب لازم يتحط له اي بي. مش هو احنا قلنا يبقى فاهم الشبكه دي ويبقى فاهم الشبكه دي؟ يعني ايه فاهمها؟ يعني عنده حاجه اسمها ايثرنت. زي كابل المكان اللي بيتحط فيه النتورك فوق ده. هياخد اي بي من الشبكه دي مثلا 10 دوت صفر دوت صفر مثلا دوت واحد. وده هياخد ايه؟ اي بي منين؟ من الشبكه دي 192 168 مثلا دوت صفر دوت ايه؟ دوت واحد. واي جهاز هنا مثلا نفترض ان الجهاز ده هياخد اي بي 192 168 دوت صفر مثلا دوت ايه؟ 2 على 255 255 دوت صفر دوت ايه؟ دوت صفر. الجيت واي بتاعته بتبقى ايه؟ 192 168 دوت صفر دوت ايه؟ واحد. هو ده. ونفس الكلام هنا الجهاز ده بياخد ايه؟ 10 مثلا صفر صفر 2 والماسك بتاعه ديفولت الجيت واي بتاعته بتبقى ايه؟ 10 صفر صفر 1. ده منطق. فلما يجي ده بص بقى الجهاز ده فعلا عندهم حاجه اسمها اندنج. لو في حد في كندا درس الحاجات دي يبقى عارف اسمها الاندنج، الاند والاور والكلام ده والاور. مفيش تخش الكليه؟ انا مش مخدتش الاندنج في بس عادي ده يعني عادي. اه هي دي بالظبط كده بس بيعمل اندنج 1 و 0 و 0 و 1 والكلام ده تمام. بيعمل ايه؟ بيشوف انت دلوقتي اديته اي بي، الجهاز ده عاوز يوصل لاي بي معين، فبيعمل اندنج على الاي بي ده، يشوف الاي بي ده متشابه معاه يعني ايه متشابه معاه؟ يعني في نفس النتورك اي دي ولا لو ما لقوش في نفس النتورك، لو لقى في نفس النتورك اي دي هيدور عليه في المحيط بتاعه، ما لقاهوش على طول على مين؟ ها؟ على الراوتر اللي هو الديفولت جيت واي. نتيجه هو عارفه منين؟ نتيجه ان هو انت حاطته له اصلا، انت لو مش حاطه مش هيعرف يطلع. صح؟ طيب يقوم طالع من الديفولت جيت واي يقول له يا ديفولت جيت واي انت تعرف قد اسمه الاي بي بتاعه 10.002؟ يقول له بص انا عندي الناحيه الثانيه البوت الثاني في رينج 10 هوديك ليه ونساله. يعني عندي بوت ايه شغال في رينج العشرات ده فنساله. فيروح للجيت واي يقول له ايه انت عندك حد 10.002؟ يقول له خش جوه ايه وجوه. فاصبح هو فين؟ دخله اللاب التاني، دخله المكان التاني. خلاص ما دام دخل هنا يكون كده لايت تشيك ويعمل كل حاجه. فهمت النقطه بيعمل ايه؟ فيها مشاكل؟ يبقى الراوتر برضه فيه تيبلز برضه زي السويتش. اه بالظبط الله ينور عليك فكرتني. الراوتر جواه حاجه اسمها الاي بي تيبل بقى. او مش بنقولش اي بي تيبل اسمه الراوتنج تيبل. او الروت تيبل. الراوتنج تيبل الجهاز ده لما يحب يوصل لحد معين في الشبكه دي هيعدي من الجيت واي دي هيطلع ايه؟ طب اقول لهم على حاجه، مش احنا عندنا المودم؟ صح؟ المودم ده احنا بنحط له يعني المودم ده اللي بتاعنا على النت احنا اتفقنا خلاص. طب ليه محطوط كلمه ديفولت جيت واي؟ احنا بنحط الاي بي بتاع المودم صح؟ عشان احط الاي بي بتاع المودم مظبوط كده؟ طب المودم ده مش راوتر فانت تحكي عليا يبقى هو اسمه راوتر؟ لا هو ده غلط بيجي من هنا. المودم بيعمل حاجه اسمها ناتنج خدها دي بعدين نتورك ادرس ترانسليشن هي اسمها ناتنج. المهم الخلاصه المودم بيعمل ايه؟ المودم دوت هياخدك من شبكه هيطلعك فين؟
الانترنت، الانترنت يعتبر ايه؟ شبكه ثانيه خالص. تمام كده؟ يعني المشبكه هيطلعك فين؟ شبكه ثانيه خالص. مثلا هو ياهو الاي بي ادرس، اصل ياهو ده عباره عن سيرفر، دي اي بي ادرس. هو ده عباره عن سيرفر، والسيرفر ده ايه؟ اي بي ادرس. فانت عشان تخش عليه لازم تخش على الاي بي ادرس ده. طب الاي بي ادرس ده ياهو، هل هو معاك نفس السبنت؟ معاك نفس النتورك اي دي يعني؟ اكيد لا. فانت محتاج حد ايه؟ يوصلك. طب مين اللي هيطلعك الاول من عندك انت؟ المودم. بص المودم فيه قاعده جميله جدا بتقول لك ايه؟ لو انت عاوز نفترض مثلا ان الجهاز ده اهو، خلاص؟ وادي المودم بتاعي، المودم ده مثلا اي بيه 10.0.0.1، حلو كده؟ الجهاز ده واخد ايه؟ 2 10.0.0.2. المودم ده فيه قاعده كده بتقول لك ايه؟ لو اي حد من جوه عاوز يوصل عند 0.0.0.0، يعني معناها ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه اربع اصفار؟ اي حاجه. يعني اي اي بي بابليك بقى جوه ورا اي حاجه انا اقدر اوصل له. فاي حد عاوز صفر من الاي بي، يعني اي اي بي، خلاص؟ اطلع منين يا جهاز انت؟ اطلع منين؟ من 10.0.0.1. فهو بيعمل من نتي ويطلعه فين؟ انترنت. وضحت؟ فيها مشاكل؟ تاني؟ بص الجهاز ده خلاص جواه كده حاجه اسمها ايه؟ الروت تيبل. بما انك انت حطيت له الديفولت جيتوي بتاعت المودم عندك في البيت ده، عنده قاعده بتقول ايه؟ يا جهاز لو انت احتجت تطلع عند اي بي انت ما تعرفوش، اي اي بي يعني، يعني ايه اي اي بي؟ في كلمه اسمها كده؟ مفيش كلمه اسمها كده. لما اجي اترجمها اي بي اترجمها ازاي؟ كلمه اي اي بي معناها ايه؟ يعني اديك الاخت كلها فاضيه واي اي بي فيهم بقى. يبقى لما تجيب اي اي بي خلاص اطلع منين؟ من المودم. خلاص؟ يعني الجهاز ده عاوز اي اي بي، يعني ايه اي اي بي؟ يعني ايه هوت ميل جيميل و اي حاجه على النت. في الحاله دي يطلع منين؟ يطلع من الجيتوي اللي هو المودم بتاعه. فهمتها؟ واضحه كده؟ طيب الكاميرا بتسجل تمام ولا في مشكله؟ لا لا شايف. خلاص شباب؟ ولا انا لسه ممكن اغير بقى الاي بي بتاع الجيتوي بتاعي؟ ممكن تخش على المودم بقى بس حطها تغير اي بي. بس لازم تغيره فين؟ على الجهاز. تقول له الجيت واي اتغير. خلاص؟ الكلام ده طبعا هتعملوه بقى، هتعملوه عمل كتير هتشوفوه يعني ما تقلقوش. تمام كده يا شباب؟ انتوا كده طبعا خلصتوا الاجزاء المهمه قوي اللي عندكم. طيب هناخد حاجه اسمها نيتورك توبولوجي. موضوع كده يعني اتنسى، ما حدش خلاص بقى بيتكلم فيه، بس هقول لكم بسرعه يعني. نتورك توبولوجي يعني الهيكل بتاع الشبكه هتعمله ازاي؟ فبيقول لك في انواع. في عندنا حاجه اسمها الباس توبولوجي، حاجه قديمه جدا يعني. حاجه اسمها ايه؟ باس توبولوجي. الباس توبولوجي ده فكرتها ايه؟ قال لك والله فاكر الكاب بتاع الكو اكسيال اهو. تمام؟ بتحط فيه اللي هي التي كونكتور، عارفينها؟ يعني الدش دي. عارفين التي كونكتور؟ توصل الكابل بتلحمه، بتقطعه بتلحمه ببعض وتطلع من واحدة. حط مثلا ايه دي كونكتور كده. وكده. وتطلع منه تحط ايه؟ ال بي سي. تطلع منه تحط ايه؟ ال بي سي. في هاب، في سويتش، في اي حاجة. يبقى على طول ايه؟ برودكاست. شو اصلا الهاب ده كان بيعمل برودكاست، تخيل بقى. فكان ايه اللي بيحصل؟ جهاز واحد اثنين ثلاثة حد بيكلم ثلاثة، واحد حد بيكلم ثلاثة، ايه اللي يحصل؟ اثنين والكابل كله. تخيل بقى الداتا اصلا رايحة جاية، مش لاقي حتة تروح. فكانوا بيعملوا حاجة اسمها ايه؟ بيحصل حاجة اسمها لوب. يعني ايه لوب؟ يعني انت بتوصل هنا تلف وترجع تاني، شغالة مش هتقف، ما هو لازم تلاقي حد ياخدها. فقال لك طب تعالى نطور بص، قال لك نعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمها ترمينيتور. هنحط جهاز كده هنا ونحط ايه؟ جهاز هنا، او بدل ما نحط جهاز هنا ممكن ايه؟ الكاب دوت نوصل فيه جهاز على طول يعني. نحط ترمينيتور واحد في الاخر يطفي ايه؟ السلك. فنعمل ايه؟ ايه فكره الترمينيتور دوت؟ قال لك ده لما الداتا الارمونت الداتا، يعني ايه الارمونت الداتا؟ يعني الداتا اللي مالهاش لازمه، اللي هي لو رايحه جايه كل شويه مالهاش لازمه. الترمينيتور دوت بيعمل ايه؟ بيابسورب الارمونت الداتا. بيمتصها.
طبعا كان الموضوع سيء جدا، كان بقى يبوظ انسى بقى كله يعني. خلاص؟ تمام كده؟ طيب. دي كانت اسمها الباص لجولجي. يقول لك ازاي توصل كابل، توصل شبكه يعني. في عندك اختراع تاني كده اسمه المش لجولجي، مش. المش لجولجي قال لك لو انت عندك جهاز 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 جهاز. دول اربع اجهزه صح؟ قال لك هتحط لي جهاز شبكه كل جهاز اساسي. هتمد كابل من هنا ايه؟ لهنا. خلاص؟ وهتحط لي على الجهاز ده كارت شبكه كمان عشان تمد من هنا ايه؟ لهنا. وهحط لي كارت شبكه تالت عشان تمد من هنا ايه؟ لهنا. تمام؟ يبقى كل واحد فيه كام كارت شبكه؟ اثنين ثلاثة، كل واحد فيه ثلاثة. فاهمني؟ ما ينفعش تطلع على كارت شبكه الوحيد اللي موجود في الجهاز ده هتحط في ثلاث كابلات ازاي؟ اللي هو كارت شبكه واحد. ممكن تستعمل مثلا حاجه زي السويتش كده مثلا. يعني ما كانش لسه بقول لك الطرق بتاعت ال ازاي لسه بقول لك تقولش ولا حاجه مالهاش لازمه خالص يعني. بس هي مسمى يعني طبعا. يجي حد يسالك يعني ايه مش تقول بالذات الكليات والحاجات دي معايا. فلو مثلا في الكابل ده قطع ايه اللي هيحصل؟ ده ممكن يسيب تتعب هو ايه؟ عن طريق كده كده يوصل او كده كده يوصل. اسمها مش تقولش. خلاص؟ في حاجة اسمها البارشل مش يعني جزء من المش تبقى أوسع شوية وهيك بقى يعني دي ممكن تبقى أسهل شوية التانية بقى فيها كلها كابلات. تمام؟ طيب في بقى عندك حاجة كمان طبعا دي مكلفة جدا وكومبلكس جدا. الباص توبولوجي طبعا إيه يعني سيئة جدا هي رخيصة بس سيئة جدا. عملها حاجة اسمها الستار توبولوجي وده آخر حاجة شكل نجمة، ده اللي حد يعمله دلوقتي. سويتش أو هاب وباصة عادي. طيب. يبقى شكل نجمة. ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. خلاص دي اسمها إيه؟ نتورك توبولوجي. لغاية دلوقتي كده الناس فاهمة؟ في مشاكل؟ تمام؟ خش في الوي ساي. صحيح؟ لا هي بوست لا لا عايزين ناخد بالك شويه مش فاهم ابدا بوست سايد هي اللي هي الزيتون شفتها انا معاك. طيب طيب اللي هو الاس اي بقى هو اوبن سيستم انتر كونكشن خلاص هو اس اي او بيسموهم السبع طبقات بيسموهم الايه؟ السبع طبقات اوبن سيستم اوبن سيستم انتر كونكشن تمام؟ بيقول لك ايه؟ ناخدها كده واحدة واحدة. الـ OSI دي يا شباب بتوصف الكوميونيكيشن ما بين هوست تو هوست. بتوصف لك الايه؟ انت ايه اللي بتوصفه لي؟ يعني ازاي الموبايل بيكلم الموبايل؟ ازاي الموبايل بيكلم اللابتوب؟ ازاي الجهاز بيكلم الجهاز كده؟ بيوصف لك الكوميونيكيشن. طب انا هستفيد ايه لما يوصفه لي؟ هتستفيد حاجات كتير جدا هنشوفها بعد كده. هتستفيد ان انت هتستخدم الاو اس اي دي في الترابل شوتنج. يعني انت عندك مشكله ما. خلاص؟ هتعرف المشكله في انهي لاير بالظبط تقف تحلها. بعدين هتفيدك جدا الاو اس اي دي. خلاص؟ مهم جدا انت تبقى فاهمها. لان هي مبني عليها كل حاجه. هي بتعمل ايه؟ ها؟ بتوصف الكوميونيكيشن ما بين هوست تو ايه؟ او ما بين سورس وديستنيشن. خلاص كده؟ طيب هفترض ان ده ايه؟ صور وافترض ان في جهاز هنا كده ده الايه؟ ديستنيشن ديستنيشن تمام؟ اول حاجه اول طبقه مقسمه طبقات في طبقه عندك فوق اسمها كتاب اسمه الابلكيشن هما ايه سبع طبقات اول طبقه اسمها ايه الابلكيشن الابلكيشن لاير دي هي دي الانترفيس تو يوزر يبقى التعريف بتاعها ايه اللي حد يسالك هي هي انا هديكوا تعريفات بسيطه تبقى احسن ليك هي الانترفيس لمين لليوزر بيبقى فيها ايه دي اقول لك مثلا
هو انت هتكلمني عن طريق ايه مثلا؟ انا قاعد في البيت وانت قاعد في البيت، هتكلمني عن طريق ايه؟ ايه اللي ممكن تكلمني عن طريق؟ شاتي تبعت لي ايميل صح؟ ممكن تبعت لي حاجه مثلا على ميديا فاير الحاجات دي كلها اف تي بي كده يعني. لما انا ابعت حاجه لميديا فاير او فور شيرد او كده مش ده اف تي بي سايت صح؟ فانا بكلمه ففي ترانسميشن ما بيني وما بينه. فده برضه يعتبر ايه؟ لقطة تحت الموضوع ده، مش لازم اكون بكلمك انت، ممكن اكون بكلم سيرفر. واضح؟ والسيرفر ده يعتبر بوست اللي هو عندي ده هتشغل. صح كده؟ طيب. يبقى تعالى نقول مثلا انت هتكلمني فيسبوك. هتكلمني ايه؟ فيسبوك مثلا. شات بقى في الفيسبوك، اي حاجة جوه الفيسبوك. يبقى أول حاجة بيحدد لك مين هو ايه هو نوع الابلكيشن اللي انت ايه؟ بتشتغل بيه. انت هتسنده هتسيب ايه؟ من خلاله. فمثلا لو انت هتشتغل فيسبوك، ده عباره عن ايه فيسبوك؟ ده عباره عن ويب سايت. بيقول لك في عندك بقى حاجه اسمها بروتوكولز. ايه البروتوكول؟ اي حاجه، اي حاجه انت بتعملها جوه الشبكه او جهاز بيكلم جهاز او انت بتعملها على جهازك لوحدك، في لازم بروتوكول يقوم بالعمليات دي. يبقى كل عمليه هتعملها لازم يكون ليها ايه؟ بروتوكول بيقوم لك بيها. لو انت تطلع نت، في بروتوكول مسؤول عن انت تطلع نت. لو انت هتحط اليوزر نيم والباسورد في صفحة، في بروتوكول مسؤول ان هو يعمل لك سكيور على ايه؟ على اليوزر نيم والباسورد. خلاص؟ لو انت هتبعت فايل من الفايل سيرفر زي فور شيرد مثلا، يبقى لازم في مثلا بروتوكول معين بيبعت الكلام ده وهكذا. لو هتبعت ايميل في بروتوكول، لو هتستقبل ميل في بروتوكول، اي حاجة. فانا هديكم بعض الحاجات كده سريعا اكتبوها بقى عشان في مثلا عندك بروتوكول اسمه اتش تي تي بي. بروتوكول اسمه ايه؟ هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، مش مشكلة الديفينيشن بتاعه. كل بروتوكول شغال بيه حاجة اسمها البورت نمبر. تركز معايا في الحتة دي؟ ايه البورت نمبر دوت؟ قال لك لما تحب تقفل البروتوكول ده أو تفتحه ما بتعرفش تكتب اتش تي تي بي. بتقفل رقم أو تفتح الرقم ده، هو ليه رقم ثابت. ليه ايه؟ فيكسد ايه؟ بورت. اسمه بورت نمبر. يبقى كل بروتوكول ايه؟ ليه بورت نمبر، مش مشكلة تحفظه، أنت مع الممارسة هتحفظه. انا حافظ بعضهم، عمري ما حافظ كلهم. انت عندك 65000 حاجه بورد، الاساسيين منهم مثلا حوالي 1024 بورد، فانت عمرك ما تحفظهم يعني. خلاص؟ فانت عندك اللي هو بتاع الانترنت اسمه ايه؟ اتش تي بي. دي بورد نمبر رقم 80. في مثلا عندك حاجه اسمها الاف تي بي، الفايل ترانسفير بروتوكول. ده البورد نمبر بتاعه على ما اظن 21. خلاص؟ في مثلا عندك حاجه اسمها دي ان اس، ده حاجه كده اللي هي بتعمل ريزولف للنيم. يعني ايه ريزولف للنيم؟ لما تيجي تقول له انا عاوز ياهو، ياهو حاجه بياخد الاي بي بتاع ياهو زي التليفون كده، انت مسجلني عندك صح؟ مؤمن صح؟ لما بتيجي تتصل بيا بتدور على مين؟ على مؤمن، على الاسم. ايوه، ما اسهل تحفظ الاسم ولا رقم التليفون؟ الاسم صح كده؟ طب لو تيجي تتصل بتتصل مؤمن ولا برقم مؤمن؟ صح كده؟ فالسيرفر نفس الكلام، انت بتبقى عاوز ياهو. ها السيرفر اسمه ياهو، اه خلاص انت مسميه ياهو على النت، انما هو ليه اي بي، انت عشان تخش عليه لازم تخش له ايه؟ عن طريق تو ادرس، يا ماك يا اي بي. فاحنا قلنا لك عم نكتب اي بي، يبقى لازم ايه؟ تجيب لي الاي بي عشان تخش، انما جبت لي النيم مش هتخش. عاوز تخش بقى لازم ايه؟ دي ناس ده هو اللي جايب لك الكلام ده. طبعا ده دي ناس ده موضوع كبير هنعمل عليه تقريبا 53. في مثلا عندك بروتوكول اسمه اتش تي تي بي اس، ده اسمه السيكيو سوبر بلاير، الاس ده نتكلم فيه بعدين. بيبقى 4 4 3. في ايه تاني؟ حاجات كتير قوي. في مثلا عندك بوب 3، بوب 3 اس ام تي بي، عندك اس ام تي بي، ماي ماب، ماي ماب بتاع دول بتوع الميل. بوب 3 110 تقريبا، حد فاكر؟ دوت كام حاجه؟ 25 ده 110، بوب 3 110. اليوم سكيور، ففي بروتوكول سكيور جدا يعني. فكل لما تيجي تقول لي بقى انا هطلع نت، يبقى انت رايح تطلع بايه؟ بحاجه من دول، يا اتش تي تي بي، يا اما ايه؟ اتش تي تي بي اس. لو انت داخل على موقع حط يوزر نيم وباسورد، فيزا الكلام ده يعني. لاحظ انت كده بيجي تخش على اي مثلا ياهو، هيفتح لك اتش تي تي بي. اول تيجي تقول له ميل، في كتاب لك اس، كتاب اف كده صح. يعني ان الصفحه دي سكيورد، يعني مطمن انك تحط اليوزر نيم وباسورد. هو اللوج بتاع الاتش تي بي ده يونيك على اليوزر نيم، فكره على العالم كله.
مش هيبقى كبير قوي على البورت ده مثلا؟ لا هو البورت ده مش جهاز، يعني ده مش جهاز. طب انا عارف ان هو البورت ده البورت ده يعني اقول لك ايه؟ منفذ عن طريق المنفذ دوت بقدر اكونكت. بمعنى هو لوجيكال مثلا؟ اه حاجه لوجيكال. اه مش فيزيكال، هو حاجه لوجيكال. هو دي بتبقى مشكله. ممكن اقول حاجه فيها مثلا انا عايز اقفل مثلا يوزر عندي البراوزنج مثلا، فانا هضطر اقفل البورت اللي رقمه اتش تي تي بي او اتش تي تي بي اس، فمعنى كده ان البورت ده اتقفل فمش عارف اعمل براوزنج، في حين ان انا ابقى فاتح له الويب سيرفر اس ام تي بي ممكن يستقبل ميل عن طريق ان انا افتح له البورتات الثانيه، فدي حاجه بتتقفل وتتقفل. واضح كده؟ طبعا ما تقلقوش لو في حاجه واقعه منكم شويه وفي حاجه الناس بتتكلم كده مثلا مش مشكله، الحاجات دي كلها هنتكلم فيها بالتفصيل. خلاص؟ طيب. يعني ايه اغلب الكورس اللي جاي في دماغي دلوقتي؟ طيب ايه تاني بقى؟ ايه اللي بيحصل يعني؟ الابلكيشن دي بيحصل فيها ايه؟ قال لك خلاص لما انت فهمت لو انت هتتكلم اي عن طريق اي ويب سايت يعني فيسبوك تويتر اي حاجه يبقى انت ايه؟ معاك الاثنين دول اساسيين. طيب هتتكلمني عن طريق انا مثلا هكلم ميديا فايل يبقى انا هكلمه اف تي بي. في حاجه اسمها اف تي بي اوفر اتش تي بي. بس سيبك منها يعني. هكلم ايه؟ اف تي بي. لو انا عاوز ابعت ميل بوب 3 او اس ام تي بي الاثنين او واي ميل بقى وهكذا. خلاص؟ تمام كده؟ يبقى هنا إيه اول حاجه ايه؟ الحد اللي انا شغال بيه والبورت نوم بتاعه. طيب خلاص يبقى دي الانترفيس تو ايت تو يوز. بيحصل ايه بعد كده؟ بينزلك على طبقة تانية اسمها برزنتيشن. تمام؟ أو بيسموها طبقة العرض يعني. المهم البرزنتيشن دي بتعمل إيه؟ بيقول لك الداتا بقى اللي جاية مش أنت خلاص أنت مثلا بتقول لي إيه؟ بتبعت كلمة هاي على فيسبوك. يبقى هنا أول حاجة أنت حددت لي البوت رقم 80. خلاص؟ بتبعت لي كلمة اسمها ايه؟ هاي. خلاص بتبعتها لمين؟ الديستريشن اللي هناك ده. بيقول لك الديستريشن دي بقى بتعمل ايه؟ لو انت مشفر الداتا دي او عامل لها كومبريشن بتبقى هي ضايفه لك المعلومات بتاعت الانكربشن جواك. لو انت عامل تشفير يعني الداتا دي المعلومات اللي هتفك التشفير بتبقى جواها حاجه اسمها بابليك كي وبرايفت كي. دي بقى بعدين برضه هنتكلم في حاجه اسمها سيرتيفيكت وكي والكلام من ده. خلاص؟ فدي مسؤوله عن ايه؟ سواء كان في انكربشن او ايه؟ او كومبريشن للايه؟ الداتا دي. خلاص كده يبقى بتضيف معلومه على الداتا اللي هي كلمه هاي، تخيل؟ كلمه هاي بتطلع عليها معلومه سواء ده هي معمول لها انكربشن او ايه؟ كومبريشن. طيب بعد كده بننزل على خطوه بقى مهمه اسمها ايه؟ السيشن. السيشن بتعمل ايه؟ بص اه انا نسيت اقول لكم حاجه في البرزنتيشن، كمان البرزنتيشن بتحول الداتا ل XML language، فاستعد بقى للي بعد كده. بتكونفيرت الداتا لايه؟ للانجوج خلاص بقاش من الجهاز يبدا يفهمها، انت بتكتب هاي هو الجهاز بيفهم هاي. انما الجهاز يفهم XML يفهم باينري يفهم الكلام ده، فلازم يحولها لداتا ايه؟ مفهوم. خلاص؟ طيب السيشن اللي بقى بتعمل ايه بقى؟ هفترض حاجه كده، افرض انا بكلمك فيسبوك وبكلمك تويتر وبكلمك جيميل وبكلمك ياهو في نفس الوقت وياهو كل حاجه. مش ممكن ابقى ابعت لك حاجه من عند فيسبوك تخش تلاقيها جات لك في ياهو؟ عمرك شفتها؟ عمرك ما بتحصل ليه؟ لما انت تيجي تكلمني على مثلا فيسبوك بيفتح قناه اتصال ما بيني وما بينك. ما ينفعش حد تاني يخش لها الا ايه؟ ها؟ الا فيسبوك بس، حاجه ليها علاقه بالفيسبوك. ياهو نفس الكلام فتحنا قناه اتصال ما بيننا وما بين بعض. تمام كده؟ نفس الكلام. ايه قناه الاتصال دي؟ بيفتح سيشن. كل سيشن بفتحها معاك بيبقى ليها ايه؟ اي دي، فيها رقم. يبقى هنا بيضيف لك ايه؟ ها؟ سيشن اي دي، بيرقم لك السيشن اللي احنا هنتكلم فيها مع بعض. عشان ما يبقاش فيه ايه؟ تداخلات. تمام كده؟ يبقى دي اول حاجه ايه؟ ديفولت. تاني حاجه، مش انت مثلا ممكن تكون بتكلم حد عليها وفجاه تلاقيه قفل، الياهو قفل، يقول لك ان هو خلاص بقى اوف لاين وهو شغال. هو ليه بيعمل لك كده؟ عشان ما تبعتش حاجة على الهوا مثلا. انما دلوقتي بقى ايه؟ لو بعت تجيله اوف لاين مسج، زمان كان لا. طب ايه الحكمة؟
قال لك السيشن بتعمل ايه؟ مسؤول على ان هي تقابل وتترمينيت الايه؟ السيشن. لو السيشن فصلت مسؤول ان هي تبعت لك كسندر تقول لك خلي بالك اتقفلت. فما تبعتش. او لو هي اشتغلت تقول لك ايه الراجل ده انا اونلاين. الياهو بياخد المعلومه دي من مين؟ من السيشن يعني. فهمتوا سيدي؟ من الاخر كده تقدر تقول عليها بتمانج السيشن وبتضيف الايه؟ السيشن اي دي. بتضيف الايه؟ السيشن اي دي. دي معلومات دي معلومات الحاجات المهمه تعريفيا للاير. طيب بعد كده هنختار بقى مهمه جدا. يعني بيسموها الفاصله يعني. سؤال بقى اسئله. اتفضل. يعني السيشن دي بتستبلش كونكشن بين السندر والريسيفر؟ بتفتح جلسة عمل بيسموها كده ما بين السند والايه؟ والريسيفر وبيديها اي دي اي دي. عشان مفيش حاجة تتدخل فيها ويبدأوا يتكلموا مع بعض وتلاقي يعني بيبعتوا مثلا زي اكنولجمنت او ريكويست ان هو يبقى في بينهم داتا طبعا بيبعتوا الاول ان انا هبعت لك بيتفقوا يلا ان احنا هنبعت داتا مع بعض الداتا دي من نوعية كذا خلاص وبيبدأ يحط اي دي بقى ايه؟ يقول له خلاص انا موافق مين يفتح سيشن بيبعت له ريكويست ومن تاني بيبعت له اكنولجمنت خلاص قبل ما يبعت اي حاجة تانية ما ينفعش المهم يبعت الداتا في الهواء تمام؟ بعد كده ايه؟ ترانسبور لير. طيب ترانسبور لير دي يا شباب بتعمل ايه؟ بيقول لك دي اند تو اند تعريفها اند ايه؟ تو اند هي اللي بتعمل ايه؟ بتديليفر اول داتا بتبعت كل الايه؟ الداتا من هنا لهنا خلاص؟ وجواها بيكون ايه؟ ها الترانسميشن بورت في بورتات مش احنا قلنا في عند هنا بروتوكول سوري بروتوكول مش احنا قلنا كل حاجه عندنا بيبقى ليها بروتوكول بيقوم بيها صح؟ برضه عمليه النقل الترانسميشن ما بين السورس والديستنيشن لازم يكون فيها ايه؟ في بروتوكول ايه؟ اللي هيعمل الكلام ده فهنا بيتحدد ايه؟ ها نوعيه البورت اللي ايه؟ اللي هيبعت في عندك نوعين في عندك يا اما يو دي بي يا اما بي سي بي الحته دي مهمه قوي يعني الداتا وهي جايه يا اما تتباهي كده يا اما تتباهي كده طب مين اللي بيختار؟ اللي بيختار البروجرامر اللي عمل ياهو او عمل فيسبوك او عمل كذا بيقول لما الداتا دي تيجي تتباهي في الحاله الفلانيه تتباهي بي سي بي ولما تيجي تتباهي في الحاله الفلانيه تتباهي ايه؟ يو دي بي يعني هو اللي بيقول امتى كده وامتى كده ليه بيحدد؟ تعالى نفهم بعض ناخد الاول التي سي بي خلاص؟ التي سي بي بيعمل ايه؟ انا هحط هنا كده جهاز السورس هو الايه؟ في الديستنيشن هفترض ان انا معايا ملف اسمه اكس دوت دوك الملف ده السايز بتاعه مثلا 10 ميجا حلو كده ده ايه؟ فايل انا عايز ابعته من هنا للسورس للديستنيشن أول حاجة بيحصل إيه؟ بيحصل حاجة اسمها ويندوينج. يعني إيه ويندوينج؟ يعني بيمسك الداتا دي يقسمها هو هل يعقل إن هو ينقل ال 10 ميجا حتة واحدة كده؟ ما ينفعش. هيعمل إيه؟ هيقسمهم يبقى يبدأ يبعت. وأنت لما تيجي ترفع فايل على النت أو بتعمل داونلود بينزل لك كله؟ بتطلعه كله ولا بيقعد واحدة واحدة بياخد على حسب السرعة. هو على حسب السرعة يبدأ يقسم إيه؟ ويندوينج. يعني إيه ويندوينج؟ يقول والله الفايل ده هينقله مثلا على 10 ايه؟ على 10 سيكونس هيديني على ايه؟ على 10 مرات تمام طيب. وفي حاله السيشن يقول له ايه؟ انا هفتح معاك ايه؟ سيشن وخلي بالك الويندوينج بتاعتنا هنبعت فايل اسمه كذا معمول له انكربشن او لا المعلومه دي بياخدها منين؟ من البرزنتيشن انكربشن ديكربشن الكلام ده كله خلاص والسيشن اي دي بتاعتنا كذا وهبعت لك الفايل ده على كام؟ على 10 مرات على 10 سيكونس جميل قوي يوم بعت له مسج يقول له ايه؟ انا السورس اهو خلاص احنا اتفقنا هنبعت ايه؟ فده منتظر مني 10 حتت خلاص؟ يقول له ايه؟ خد سيكونس يعني خد الفايل الاولاني 1 وبعت لي اكنولج 1 يعني ايه اكنولج 1؟ يعني بعت ان انت استلمت ايه؟ واحد اللي هو 1 سيكونس 1 فده لو استلم
فانا لو استلم جون بعيشه ايه؟ بيقول له ايه؟ اك 1 انا استلمت اك 1 من فضلك ابعت لي سيكونس 2 خلاص كده؟ يقوم ده اول لما تجيله الرساله دي وعمل ايه؟ يقوم مجهز هو سيكونس ايه؟ 2 يقول له ايه طب اتفضل يا عم سيكونس 2 ابعت لي ايه؟ اك 2 طيب نفترض ان دي ما وصلتش 2 دي ما ايه؟ هات ما وصلتش يقوم بعيش له تاني ايه؟ يقوم ده بعت ايه تاني؟ يقول له لو سمحت لو سمحت انا خدت اك 1 وخلاص بس سيكونس 2 لسه ما خدتهاش ويفضل يزن عليه لغايه لما يبعت له ايه؟ صح وفي الاخر خلاص ده توصل الكام تي سي بي اختصار لترانسميشن كنترول بروتوكول ترانسميشن كنترول بروتوكول خلاص بيعمل حاجه اسمها 3 واي هاند تشيك اسمها ايه؟ 3 واي هاند تشيك انا معايا اقلام دلوقتي اهو خلاص طب اقول لك اتفضل القلم رقم واحد اتفضل ماشي قول لي ان انت استلمت قلم رقم واحد خلاص كده؟ تقوم انت قايل لي ايه؟ ابعت لي قلم اثنين عشان احنا متفقين ان هو في قلمين، هو انا بعت لك القلم رقم اثنين. تقوم انت قايل لي ايه؟ استلمت القلم رقم اثنين. هو ده اللي بيحصل اسمها ايه؟ 3 واي هاند شيك، انما لو انا جيت اسلمه قلم رقم اثنين راح وقع. فيقوم قايل لي ايه؟ على فكره انا استلمت قلم واحد بس ما خدتش اثنين. فكل شويه استناه يقول لي انا ما خدتش اثنين بس خدت واحد، يقعد يقول لي كده كل شويه، يروح لما ايه؟ كل الداتا توصل له صح. من الاخر مش هيسيبك الا لما الداتا توصل ايه؟ صح. طيب اليو دي بي بيعمل ايه بقى؟ يوزر داتا جرام بروتوكول يوزر داتا جرام بروتوكول ادي سواد دي الايه؟ الديستنيشن اتفقنا ان الويندوينج 10 سيكونز خلاص؟ يعمل حاجه اسمها داتا فلو داتا ايه؟ فلو ياخد السيكونس 1 يقوم بيع سيكونس 1 ما يستناش منه اكنولج سيكونس 2 3 4 يقول له استنى اثنين وقعت يقول له مش دعوه أربعة لو وقع طلع عيد من الأول تعالى عيد من الأول فبيوقع إيه؟ وارد إن هو يوقع إيه؟ داتا في النص هو بين هو هيبقى أسرع من الدي سي بي لكن هو هيبقى أسرع بس في السكيور في السكيور واقع صح؟ طيب لو أنا بكلمك في التليفون كلام كتير تحب إيه الصوت بقى؟ الدي سي بي طبعا الدي سي بي أحلى صح؟ طب لما أجي أقول أنت تيجي تقول لي إزيك يا باشمهندس؟ باشمهندس دي مش شاطر تقعد تقول ايه؟ قال لي باشمهندس باشمهندس هيقعد من التليفون انت مش هتقول حاجه هو اللي يقعد يقول دلوقتي لما توصل لي كامله انما وقت ان انا بكلمك في التليفون والشبكه بتقطع فالكلمه ما بتبقاش فانا اقول لك ايه عيدها تاني معلش انت بتعيد الكلمه مره واحده مش انا اسمعها اولا اطلب منه انما لو هو بمزاجه قاعد يعيد مش هنخلص فما ينفعش نبيع الصوت ايه؟ تي سي بي صح يبقى الصوت ما ينفعش ايه؟ ساعات كتير بننزل فيديو من على اليوتيوب دي نشغله تلاقيه عمل كراش ووقف ريلود صح؟ لو اتنقل لك تي سي بي بقى منه لسه اكيد بيحصل خطا بس حضرتك في حاله التليفون العادي دلوقتي اي تليفون مش لازم يكون سي بي اي سو اي فويس اوديو فيديو يو دي بي بس هما الاثنين بيكونوا افيلبل ما بيستعملوش كونكشن بينهم هما الاثنين لا وهي بتحصل مشكله لازم الدنيا تمشي بسرعه لا انا ساعات بكلم في التليفون العادي بس انا مشكله كيف اللي عد بتاعتي انا دي الديفايس بتاعي هو اللي فيه مشكله في الكم... يحصل بقى كارت وانا استنى هيبقى واقف على الكارت لا ممكن يطلق مشكله فهمت يبقى الاوديو فيديو بيتنقل بايه؟ يو دي بي الداتا المهمه اسم فمين بقى اللي بيحدد البروجرام اللي عمل الابلكيشن بيقول والله ايه لو هنبعت مع بعض حاجه كده مثلا اي كلام فيديو مثلا فيبقى ايه؟ او هكلمك صوت يبقى هنا يبقى النوع هيتنقل يو دي بي لو هتبعت لي داتا كلام بس مش الكلام هي تي سي بي واضح كده؟ تمام؟ طيب الفرق بين الاثنين مهم جدا على فكره دي اسئله انت واجهتها شباب خلاص يبقى على حسب الابلكيشن او الداتا اللي هتنبعت عن طريق الابلكيشن هيتحدد يو دي بي ولا تي سي بي ده فين؟ في الترانسبورت ايه؟ يعني بتحدد الجوازه بقى ايه؟ الاثنين. جميل قوي. بعد كده بيجي حاجه اسمها النتورك ايه؟ لاير. نتورك ايه؟ لاير. نتورك لاير دي بيتضاف فيها
السورس اي بي والديستنيشن ايه؟ اي بي. مش انا هكلمك انت تيجي تبعت الجواب بتعمل ايه؟ بتحط العنوان اللي انت هتكلم الشخص ده عليه صح؟ وبتحط عنوانك عشان لو حد يرجع لك يعني صح كده؟ فهحط الاي بي ادرس بتاع الجهاز ده والاي بي ادرس بتاع مين؟ ها؟ الديستنيشن صح؟ عارفين الراوتر بيشتغل في الطلب الراوتر فين؟ بيشتغل فين؟ في الطبقة دي خلاص؟ تمام كده؟ فيها مشكلة؟ طيب يعني بيحط الايه؟ السورس اي بي والايه؟ نوع الداتا او شكل الداتا هنا بيسموها باكيت شكل الداتا في الحتة دي بيسموها ايه؟ باكيت تمام؟ طيب بعد كده في طبقة اسمها الداتا لينك الداتا لينك دي بيتضاف فيها حاجتين السورس هناك والديستنيشن هناك خلاص تمام كده طيب بص عشان تبقوا بس ايه حتى كده اقولها لكم كان دي يعني ما تسمعوش الداتا لينك اللي هو متقسمه لطبقتين ده علم يعني حاجه اسمها الماك ادرس لاير وحاجه اسمها الاي ال سي خلاص الماك ادرس لاير دي هي اللي بتضيف الايه؟ السورس ماك والديستنيشن ماك ودي الشهيره بيها يعني السويتش بيبقى موجود فين؟ هنا خلاص الاي ال سي بتعمل ايه؟ تعال نشوف اللي بعدها طب بتقول ايه؟ اللي بعديها اسمها فيزيكال لاير مش عارف حبات في الخانه ولا لا انا مش باين حد يقول ايوه الفيزيكال لاير الفيزيكال لاير بتتعامل مع ال ال سي وبتحول الداتا ها لايه؟ لباينري 0 و1 0 و1 عشان تتنقل تبقى تشتغل بقى وتبدا واضحه كده؟ يبقى الفيزيكال بتعمل حاجتين اول حاجه بتعمل تشيك على الميديا تاكد ان في كوميونيكيشن تمام يعني الفيزيكال كوميونيكيشن تمام سواء كان وايرد او وايرلس تاكد ان في كونكشن ما بيني وبينك كويس خلاص وان السيجنال مش تبقى ضعيفه خلاص وبناء عليها ايه؟ بتظبط مع ال ال سي وتبدا تبعت ايه؟ انت بتحول الداتا لباينري وبعد كده تبعتها الداتا في الداتا لينك بقى اسمها فريم شكل الداتا يبقى اسمها ايه؟ فريم خلاص كده؟ طيب تعالى بقى نشوف الترتيب بتاعهم ايه؟ فهمتهم خلاص؟ ماشي ده هو ال ال سي كان اختصار لي بس مش متذكر الاسم ممكن ابقى مش متذكر الاختصار خلاص الترتيب بتاعنا يا شباب بقى اصلا من تحت لفوق شفت الحاجات دي كلها اسمها انكابسوليشن كل الكلام ده اسمه ايه؟ انكابسوليشن لما الداتا توصل بقى من الميديا تروح هناك كده تيجي هنا الايه؟ الفيزيكال الفيزيكال صح؟ يحصل بقى ايه؟ دي كابسوليشن تطلع من الفيزيكال تعدي على الايه؟ على الداتا لينك ومن الداتا لينك تطلع فين؟ على النتورك صح؟ ومن النتورك بيطلع فين؟ ترانسبورت من الترانسبورت السيشن ومن السيشن ها البرزنتيشن صح؟ وبعد كده توصل لفين؟ للابلكيشن فيوصل للراجل ده هو كده عشان ابعت له فهمتوا؟ لازم توصل فين؟ في الابلكيشن بتاعه مش هو بيكلمني فيسبوك لازم يوصل للفيسبوك بتاعه. يبقى دي اسمها ايه؟ دي كابسوليشن دي انكابسوليشن. الترتيب بقى يا شباب بيبقى من تحت لفوق هم 7 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة شايفين دول؟ أول ثلاثة فوق خالص دول خلاص بيسموهم كده ساعات حاجة اسمها تي سي بي أي بي سوري بيسموهم حاجة اسمها الأبلكيشن لاير وبيسموا دول اسمهم ايه؟ الابر لاير اللي هم اللي تحت يعني. خلاص؟ تمام كده؟ يعني عشان ممكن تلاقيهم بشكل تاني باسم تاني، اسمها الابر فايل ابلكيشن والابر لاير تحت. فيها مشاكل؟ لكن عندي سؤال بس عايز هو النتورك لاير ما فيهاش بروتوكول ازاي بقى؟ ما فيهاش انا نسيت والله كويس انا فهمت. النتورك لاير فيها البروتوكولز اللي مسؤول عن الاي بي زي ما اقول لكم عليهم بس دول هنتكلم فيهم اكتر شويه في ال
في الراوتين يعني. خلاص فيها الاي بي ده واحد. خلاص في عندك ايه؟ في بروتوكول اسمه الريب، في عندك بروتوكول اسمه او اس بي اف. خلاص في عندك اللي هو اسمه ايه بتاع الاي سي ام بي، عارفين البنج؟ اه البنج البروتوكول اللي بيشغل اي سي ام بي. البروتوكولز دي بتلعب فين؟ الريب ده فين؟ فيرجن 2 3 وهكذا. خلاص اقول لكم بسرعه، مثلا الاو اس بي اف ده اوبن شورت ديسك اوبن شورت باس تقريبا. خلاص بيعمل ايه؟ لو انت عندك راوتر كده، وادي راوتر وادي اثنين وادي ثلاثه وادي اربعه، وفي جهاز حب يكلم الجهاز ده، خلاص بيعمل ايه؟ او اس بي اف بيشوف ايه هو انسب هوب، يعني ايه هوب؟ يعني هيعدي على كام راوتر عشان يوصل ليه؟ ها للجهاز ده، فيشوف انسب مسار ايه ويوصل. يعني انت مثلا ايه؟ هما دول كلهم متوصلين ببعض، مش تبولش، عارفين مش تبولش كنت بتكلم عليها؟ هي دي. خلاص؟ فده ممكن يمشي ازاي؟ ممكن يمشي كده في كده، صح؟ في كده في كده. ممكن يمشي كده في كده على طول، صح؟ ممكن يمشي، يعني في اكتر من ايه؟ من وسيله ممكن يمشي بيه، ممكن يمشي كده في كده. صح؟ فالاو اس بي اف بيختار ايه؟ انسب مسار يمشي. خلاص كده؟ في بعض الانتقالات بتاخدها في الاول. يا مشاكل؟ هذا اللي صار في الجزئية دي ثاني؟ خلنا فيها كل حاجة صراحة فيها أوي. طب احنا كده يعتبر يعني خلصنا قلنا حاجة واحدة. الفرق بين السيرفر والورك ستيشن ده كلام مش هاخد دقيقتين. السيرفر زي ما قلنا، انتوا عارفين كلمة السيرفر معناها خادم، صح؟ كده يقول لك ايه؟ خادم القومي سيدنا، يعني سيد ربنا، يعني هو الكبير فيه. السيرفر يا شباب امكانياته لازم تبقى عالية، الورك ستيشن ده اللي هو الجهاز بتاعك يعني. السيرفر هو اللي بيخدم على مين؟ على الورك ستيشن دي. خلاص طب السيرفر ده بيعمل ايه؟ بيخدم بيعمل ايه؟ بيشغل ولا بيعمل ايه؟ لا السيرفر ده في منه انواع كتير جدا. انت ممكن تعمل سيرفر مثلا، ممكن تعمل سيرفر ويب سيرفر، سيرفر عليه اللي انت تعمل عليه ويب سايت وهكذا. ممكن تعمل سيرفر مثلا خاص باللوجن، لوج سيرفر. يعني ايه لوج سيرفر؟ يعني اي حاجه، اي ترانزاكشن بيحصل على اجهزه، يعني ايفنت فيو بتحصل بتتسجل فين؟ على السيرفر ده. في ممكن اعمل فايل سيرفر. يعني ايه فايل سيرفر؟ يعني سيرفر عليه الداتا بتاعت الموظفين، والموظفين بيخشوا يشوفوا الداتا على ايه؟ على السيرفر ده. في باك اب سيرفر. ايه الباك اب سيرفر ده؟ ده سيرفر بيباك اب، بياخد كوبي للداتا بتاعت الموظفين اللي موجوده على الفايل سيرفر او وات ايفر موجوده فين. خلاص؟ في مثلا عندك في بقى ايه؟ المانجمنت سيرفر. في سيرفرات بتتحكم بقى. في عندك حاجه اسمها الدومين كنترول. ده بقى دي استشهر جامد فهي الدومين كنترول. خلاص؟ بما اننا احنا في كورس ام سي سي يعني. السيشن دي على فكره تنفع ليه؟ يعني اي حد ياخد سي ان اي او هياخد ار اتش سي اي بتاعت كلينكس ينفع، المفروض ياخد مره زي دي. خلاص عشان بس الناس اللي هتسمع الفيديو ده كمان تبقى فاهم الكلام. خلاص طب كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول انواع السيرفر. ها فقلنا ان في مانجمنت سيرفر زي حاجه اسمها دومين كنترول، حاجه اسمها ايه اللي زي بتاعت كلينكس. دومين كنترول ده بيعمل ايه مثلا؟ اي جهاز موجود في الشركه بتاعتنا يقدر يتحكم فيه. اقدر اغير له الخلفيه، اقدر اقفله ونام، اقدر اشغله ونام، اقدر اقول اليوزر اللي عليه يدخل من الساعه 9 ل 5 اكتر من كده ممنوع. دي ازياء ما ينفعش. خلاص؟ دي ايه؟ سيرفرات اسمها مانجمنت سيرفر. في سيرفرات مثلا ايه حاجه اسمها سيستم سنتر كونفجريشن مانجر. ده دي برودكت خاص بمايكروسوفت. بكلمكم عنه ان شاء الله. ده بيعمل ايه البرودكت ده؟ ده ممكن يقول للاجهزه ايه؟ الاجهزه كلها مطفيه ايه؟ يقول لها هوب اون لاند قومي. شغل الاجهزه. ممكن يسطب سوفت وير وهو مكانه. ديبلوي سوفت وير. انت كده المدير بتاعك خلاص سطب لي اوفيس. تلف على 1000 جهاز. انت
تعالى بالليل بعد الناس بتمشي يعمل لوك هناك اول الاجهزه كلها وحط سوفت وير وتجيب لوك. تمام كده؟ ممكن عاوز تخش ريموت على الموظف هو عنده مشكله انت عاوز تخش تساعده. خلاص؟ عاوز تجيب ابديت مش عارفين الابديت بتاع الويندوز؟ طب وانا عندي 1000 جهاز اطلع على جهازها كلها هتطلع تجيب ابديت بال 4 ميجا بتوعي مثلا ولا 30 ميجا؟ مش منطق؟ فخلي سيوف هو اللي يطلع يجيب الابديت ويديها للناس. ففي انواع كتير جدا من ايه؟ في سيوف اسمه دي ان اس. سيدي لو تبقى قايله شويه ده اللي هو بيزول في النيم الاي بي. لو تسالوا عن مين يديك الاي بي؟ ممكن تعمل اف تي بي ممكن تعمل دي اتش سي بي سيرفر. ده اللي هو بيعمل لك ايه؟ بيوزع لك اي بي ادريس على الشبكه لما تعدي على كاس جهاز وتطلعه كمان. ففي انواع سيرفرات ايه كتير؟ في ممكن تعمل السيرفر ده راوتر. تحط له كارتين شبكه وتحط هنا اي بي معين وهنا اي بي من النتورك تايم اللي هو جيت واي. ما تفكرش بس مش طبعا. ممكن تعمل ايه كمان؟ حاجات كتير جدا يعني. خلاص؟ يعني انت مثلا في كويس بتاعك ده ام سي سي اي انا بالمناسبه انا عاوز انصح حاجه برضه في حد مثلا جديد يقول لي انا عاوز ابدا ايه؟ ابدا ام سي سي اي ولا ابدا سي سي ان اي؟ اولا سي سي ان اي منهجها اتغير. اتغير بشكل ان انت ما ينفعش تبداه اصلا. طب نفترض انت واحد خدت نتورك بلس وحابب تبدا ايه؟ بص اقول لك حاجه. لو انت خدت سي سي ان اي خلاص انا هفترض ان انا بتكلم مثلا الناس دي خلصت. واحد تاني خد ام سي سي تعال شوف ده هيطلع معاه ايه؟ يعني عنده كمية معلومات قد ايه؟ ده عنده كمية معلومات قد ايه؟ أولا تاخدها من هنا، أولا ده هيبقى عارف ازاي يتعامل مع الأوبريتنج سيستم. يعني ويندوز اكس بي 7 و و خلاص يعرف يتعامل مع الأوبريتنج سيستم، لأنه هياخد منه حاجات كتير جدا. هيطلع بيشتغل على السيرفر. هيطلع بقى بالأخص بيشتغل على مينيموم كده حوالي 20 سيرفر. منهم بقى اللي هي الحاجات اللي احنا ذكرناها دي اف تي بي دومين كنترولر و دي اتش تي بي وهكذا. ده ايه امكانياته؟ حتى لو خد من دول سيرفر 50% ده بقى انسان فاهم صح؟ طب تعال شوف تأسيس ان هي هياخد ايه؟ سي ان هيطلع هيبقى فاهم ازاي يكونفيجر يعمل كونفيجريشن يعني للراوتر وللايه؟ السويتش. بس انهي راوتر وسويتش؟ هو في البيت لا راوتر وسويتش بتوع سيسكو مش بتوع حد تاني. ما في راوتر وسويتش بتوع جنرال حاجات كتير وحاجات كتير قوي لازم يظبط بتوع ايه؟ بتوع سيسكو. طب انا اهو انا سينيور سيستم انجينير في جمعيه وسائل مصر خلاص؟ هل انا عندي راوتر واحد بس؟ فهل يعقل ان انا اشغل واحد عشان يظبط لي راوتر واحد بس؟ واحد بس. انا ممكن انا كسيستم انجينير صعب عليا ان واحد سي سي ان ده ممكن عايز يبقى سيلف ستادي. اي حتى اللي انا عاوز اعملها في الراوتر ده ممكن اجيب واحد يديني 100 جنيه ويعملها لي. فهمتوا؟ طيب معنى كده ان سي ان وحش؟ لا مش وحش. بس انا بقول لك انت واحد جديد انت مش فاهم حاجه لسه. فلما تيجي تاخد ام سي سي اي ليه؟ هتلاقي نفسك تقيل عندك معلومات قويه وانت تعمل انترفيو انا اخدك انا اقول لك تعالى انت راجل فاهم انت راجل عندك معلومات انا عندي جوه 15 20 سيرفر مثلا. تمام؟ فانت لما تيجي تشوف ال في مشكله في سيرفر معين اكيد انت عندك باك جراوند حتى لو ضعيف بس انت فاهم ايه ده بيعمل ايه ده فاهم ايه دومين كنترولر فاهم ايه دي ان اس صح؟ انما بتاع سيسكو هو سمع عنه بس ما شافهوش. هنا بتاع دينا هنا انت هتاخد مثلا دي ناس بتاع دي ناس من ايه تو زد كله. انت طالع هتبقى راجل بروفيشنال دي ناس المفروض بتخلص الكور. بينما ده هو سمع ان دي ناس ده بيعمل ده هو شفت الكلمتين اللي انا قلتلكوا دول اللي انا قلتلكوا دلوقتي هو ده اللي بيتقال في سي سي ان انا دي ناس. ده مش معناها ان هي انا بقول شغاله وحشه يعني لا هي شغاله كويسه بس ده واحد بقى جديد. زي انت هتخلصها هتلاقي نفسك لما تيجي تخش ام سي سي اي هتلاقي حاجات انت ناسيها اصلا انت نسيت خدت حاجات ونسيت مش عارف انت فاهم بيها ايه. انا ما عنديش اصلا وسوش في البيت ده جالين هشتريهم اعمل بيهم ايه دول؟ فاهمين قصدي؟ خلاص كده؟ الدنيا واضحه؟ تمام؟ طيب انا كنت عايز بس حاجتين بسرعه معلش قبل ما نمشي.
عايز اكلمكم بس بسرعه عن حاجه اسمها فيرتشواليزيشن. فيديو سريع كده. فيرتشواليزيشن دي معناها ايه؟ في برنامج اسمه في ان وير مشهور جدا يعني. الفي ان وير ده بيعمل ايه؟ باختصار انت دلوقتي عندك جهازك الوحيد، الجهاز ده امكانياته مثلا السي بي يو اي 3، الرامات عندك 4 جيجا، الهارد ديسك عندك 1 تيرا، ده امكانيات جهازك. الفيرتشواليزيشن ده فرد الجهاز بتاعه. الفيرتشواليزيشن بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت تحط برنامج اسمه الهايبر فايزر. اسمه ايه؟ الهايبر فايزر زي في وير، وفي منه انواع حاجه اسمها هايبر في، حاجه اسمها فيرتشوال بوكس، في انواع كتير قوي. بيعمل ايه بقى البرنامج ده؟ بيقول لك بيعمل لك حاجه اسمها فيرتشوال ماشين، يعني مكنه وهميه، جهاز وهمي. ايه الجهاز الوهمي ده بيعمل؟ بص دي يمكن ايه الجهاز، خلي بالك. فبيقول لك احنا هنعمل جهاز انت تديله الامكانيات اللي انت عاوزها من الفيزيكال ايه؟ ريسورس. مش دي امكانياتك، مش دي الامكانيات بتاعتك انت الفيزيكال؟ خلاص؟ انت هتاخد منها خلاص بعض الامكانيات اللي انت عاوزها تديها لايه؟ ها؟ للنيو فيرتشوال ماشين ده، للمكنه الجديده دي. لمين؟ ها؟ للمكنه الايه؟ الجديده. مثلا تقول الجهاز ده هيشتغل كذا. فتقوم انت مثلا مديله ايه؟ كور 1، 1 كور مثلا السي بي يو بتاعه يبقى يشتغل بواحد بس. بالنسبه للنبات هو مثلا محتاج ايه؟ 1 جيجا. بالنسبه للهارد ديسك ممكن يديله مثلا 200 جيجا. خلاص؟ طب ده جهاز. ممكن تجيب جهاز تاني تشغله وتديله بعض الامكانيات اللي هنا، بس ما ينفعش تديله كل الامكانيات او تديله امكانيات اعلى من ايه؟ من دي. ايه اللي يحصل؟ مش هيشتغل. انت كده هتوقع الحقيقه. لازم تديله امكانيات ايه؟ منطقيا للي معاك. ما ينفعش تقول له خد 7 جيجا رام، هو عنده 4 بس. فاهمني؟ فانت في الحاله دي بتشغل كام جهاز؟ 1، 2، 3 متلقطه لو عندك ايه؟ بامكانيات اعلى. دي اسمها ايه؟ الفيرتشوال. الجهاز ده بيشتغل حقيقي. هو اسمه فيرتشوال بس ده جهاز انت ممكن تستخدمه في اللاب، احنا موسى هنشوفه بعد كده في اللاب. بس هو فعليا انت ممكن تشغله حقيقي في الشبكه. يعني انا عندي في الشركه عندي مثلا حوالي 15 سيرفر، 15 سيرفر دول كلهم ايه؟ موجودين على 3 سيرفرات. معمولين كلهم فيرتشوال، ما عنديش سيرفر حقيقي كده، ده مصطلح. الكلام ده بقى ايه؟ ملوش لازمه. انا ليه جبت سيرفر مثلا كانت اي 5 او اي 7 مثلا و 18 جيجا او 16 جيجا رام مثلا ومثلا ايه 2 تيرا هارد ديسك. بينما هو كسيرفر اصلا الكونتنت اللي عليه ما بيحتاجش غير 1 كور او 2 كور بالكتير و 2 جيجا رام او 4 جيجا رام. يبقى انا جبت سيرفر كبير مثلا ب 20,000 جنيه ملوش اي لازمه عندي. ملوش ليه اجيب سيرفر ب 20,000 جنيه؟ طب انا اجيب ممكن اجيب واحد، يعني مثلا انا محتاج عندي 5 سيرفرات، يبقى اجيب 5 سيرفرات كل واحد ب 5000 جنيه 100,000 جنيه. طب ما اجيب واحد ب 60,000 جنيه او 50,000 جنيه محترم واقوم عليه ايه؟ 5 مكانات بتوع. ممكن تعمل سيرفر مختلفه يعني؟ ليه؟ ممكن تجيب سيرفر على قد ممكن تعمل كل سيرفر لوحده اسمه سيرفر، تخش عليه النور ده وتشتغل عادي، ده سيرفر لوحده. وهنشوف بقى الكلام ده بعدين. خلاص اسمها ايه؟ الفيرتشواليزيشن. طبعا دي كلام بالتفصيل ان شاء الله. بس للعلم يعني عشان الناس تفهم يعني ايه فيرتشواليزيشن. حاجه فيها بقى خلاص. بعض المصطلحات اللي ممكن نسمعها في الكورس بتاعنا او في الكورسات عموما. لما باجي اقول لك كلمه كونفجريشن، كلمه كونفجريشن تقطع تحت كلمه اعدادات. باجي امسك راوتر بس او سويتش او اي حاجه اقول لك انا هعمل له الكونفجريشن بتاع او سيرفر بس اقول له هعمل لك اعمل له ايه؟ الكونفجريشن بتاعته، يعني اظبط السيتنج بتاعته بالطريقه اللي انا عاوزها. تمام؟ لما اجي اقول لك كونفجريشن يبقى انا اسطب واظبط حاجات بسيطه جدا. ده الكونفجريشن. لما اجي اقول لك بلاننج يعني انا هعمل خطه ازاي هحط الايه؟ ازاي هجيب كام سيرفر؟ انا هيبقى عندي كام جهاز؟ هجيب كام سويتش؟ هجيب كام راوتر؟ وهكذا. لما اجي اقول لك ديزايننج يبقى انا هقعد ارسم اقول والله السيرفر ده هيشتغل قد كذا، السيرفر ده يبقى ليه سيرفيس 1، 2، 3، تكلفته هتبقى 1، 2، 3، امكانياته هتبقى كذا كذا كذا. ده البلاننج. انا قلت ان انا هجيب سيرفر وهجيب اجهزه وهحطها هنا وخلاص وخلاص وفلوس كذا. انما اقول ايه؟ ومعايا يعني معايا راس مال كذا بعمل بيه الكلام ده. انما الديزاين انت بتقعد كل حته بتقعد تقول ايه؟
صفر امكانياته كذا 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 عشان هو هينفع لكذا، وده لا امكانياته اعلى شويه عشان ده هينفع لكذا. الاجهزه المتوسطه مثلا كذا بالنسبه لقسم الجرافيكس هيبقى اجهزته عاليه، ده الديزاين. طيب كل حاجه على فكره بتحسبها تحت المثلث ده. الكوست، السكيورتي، الافيلابيلتي. بمعنى لو انت عديت السكيورتي خلاص الكوست بتاعك ايه؟ هيزيد. يعني ايه عديت السكيورتي؟ يعني انت مثلا رحت اشتريت انتي فايروس، اشتريت ايه؟ انتي فايروس للجهاز بتاعك، اكيد هتدفع له فلوس، فالكوست بتاعك ايه؟ هتدفع. الكوست هيقل يعني الانتي فايروس هيعلى، السكيورتي هيعلى، الكوست ايه؟ هيقل. ومع ذلك الافيلابيلتي، الافيلابيلتي يعني ايه؟ يعني اتاحه الحاجه دي، يعني مثلا امكانيات الجهاز مش شغال كويس ولا تعبان ولا ايه ظروفه، اسمها افيلابيلتي، هيقع ولا مش هيقع، يهنج ولا لا، اسمها يعني ده مصطلح اسمه افيلابيلتي خلاص. ففي الحاله دي انت مثلا حتى الجهاز بيتقله، فالافيلابيلتي هيحصل لها ايه؟ هتقل. طب لو انا عايز الافيلابيلتي يبقى السكيورتي ايه؟ هينزل. فهمت عامله زي اي حاجه في حاجه بتحسبها كده اصلا خلاص. بتكلم انا في ايه قبل كده؟ في البلاننج والديزاين خلاص؟ ده الديزاين اللي كنت بتحسب بالطريقه دي. لازم تبالانس، ما تعليش قوي السكيورتي والدنيا عندك تقيله جدا والدنيا ميته. او تخلي الافيلابيلتي عاليه قوي وانت اصلا واقع سكيورتي، تلاقي حد اعلى كل انت بنيته. خلاص؟ لما اجي اقول لك كلمه مثلا ديزايننج يعني معناها ان انا هتكلم معاك كتير شويه، او بلاننج معناها ان انا هتكلم وهشرح لك حاجه ونقعد بالارقام بقى ونقول والله نعمل كذا وينفع نعملها ولا ما ينفعش وكده على حسب البيئه بتاعتنا. يعني لما اجي اقول لك ديزايننج او بلاننج يبقى انا هالف من دماغي كده سيناريو ونقعد نتخيله ونعمله. لما اجي اقول لك امبلمنتيشن تنفيذ بقى معناه ان انا هعمل لك بلاننج وديزايننج واعمل لك ايه؟ تنفيذ كونفجريشن طبعا. واعمل لك كونفجريشن يعني بص هعمل لك بلاننج وهعمل لك ديزاين وهعمل لك كونفجريشن وهعمل لك ايه؟ ترابل شوتنج في الاخر، ماينتيننج. لو في ماينتيننج يعني صيانه، لو في مشكله بقول لك ايه؟ والله مشاكل بقى السيرفر دي كذا، ربما يحصل حاجه في كذا فتخش تستارت السيرفس. فهمتوا دي مصطلحات عشان لما تيجي تتكلم فيها تبقى فاهم انت بقى بيقول ايه؟ لو قلت له بلاننج يبقى فاهم، يبقى هنقعد نتكلم. لما اقول له ديزايننج يبقى احنا هنتكلم وايه؟ وهنرسم وهنخطط وهنشوف يعني هنعمل ايه بالظبط. هنحدد احنا هنعمل ايه؟ بقول لك كونفجريشن انت هتظبط اعدادات السيرفر او الراوتر او وات ايفر. بقول لك امبلمنتيشن يبقى انت هتنفذ الحاجه دي من اي تو زد. هناخدها كلها. خلاص كده؟ دي واضحه؟ احنا كده الموضوع خلصنا. انت بقى لو حد حابب يتواصل معايا في اي حاجه الصفحه بتاعتي على موجوده على الفيسبوك. خلاص مؤمن تاني اف دي خلاص كهرباء كتير هذا مشكلة في حاجة؟ أي سؤال؟ تعال كده؟ تاني حلوة؟